السلام عليكم. رئيس الوزراء نور المالكي يقول انه مجلس الوزراء راح يناقش بجلسته الجايه مطالب المظاهرات بالغاء الرواتب التقاعديه والامتيازات للرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصه، وشدد على ضروره اجازه التظاهرات ووجود شخص معلوم يضمنها. رئيس اللجنه الوزاريه المشكله لوضع مسوده قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني أعلن عن تقديم مسودة قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بصورة استثنائية، ويقول عن القانون الموحد الجديد أنه راح يشمل كل موظفي دوائر الدولة بمعادلة تقاعدية حسب سنين الخدمة بدءا من رئيس الوزراء وصولا إلى أصغر موظف. مسؤول بالاستخبارات العراقية كشف اليوم الأحد عن خطط تسعى بيها جماعة القاعدة لضرب مراقد النجف وكربلاء بطائرات مسيرة، وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع بيوم 20 من آب الماضي عن ضبط 4 طائرات مسيرة تقول لقيناها داخل ورشة تملكها جماعة تنظيم القاعدة المتشددة، ولاحظ كلمة تملكها. وزارة الداخلية الأحد أعلنت عن وضع خطة أمنية جديدة خلال الأيام المقبلة على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة، ويقول الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي الخطة راح تركز على الجهد الاستخباري ونصب كاميرات مراقبة بعموم شوارع بغداد. بعثت الأمم المتحدة بالعراق يونامي أدانت مقتل 19 من عناصر منظمة مجاهدي خلق بمعسكر أشرف خلال محاولة اقتحامه من قبل قوة أمنية عراقية، ودعت الحكومة لفتح تحقيق عاجل بالقضية وضمان سلامة المصابين من عناصر المنظمة. هاي جولة سريعة ومختصرة لبعض ما دار من أحداث العراق اليوم، أما ملفاتنا لهذه الليلة فهي: الحق الدستوري في التظاهر والإجراءات الأمنية المضادة لها، هل يمكن جمع النقيضين في سلة واحدة؟ قراءة فيما جرى يوم أمس وما يمكن أن يجري في الغد. مسؤولية البطاقة التموينية تنتقل إلى المحافظات، هل ستنجح الحكومات المحلية فيما عجزت عنه الحكومة الاتحادية؟ وتشاهدون أيضا صورة تخطيطية سريعة ترسمها ورشة البورتريت للنائب وحدة الجميلي. هي ملفات حلقتنا هاي الليلة من برنامج الحرف الواحد، وراح تشاهدون أيضا فقرات أخرى. وحسين الاستوديو عندي حار نوعا ما، وربطتش بيها تقول لي عدل ربطتك. يلا فاصل ونفتح الملف الأول. بغض النظر عن مشروعية التظاهرات اللي جرت يوم أمس أو عدم مشروعيتها، وهاي قضية بيها نظر وجدل، وبغض النظر عن حقانية مطالب المتظاهرين أو عدم حقانيتها، وهاي أيضا قضية بيها نظر وجدل، وبغض النظر عن سلامة الإجراءات الأمنية أو عدم سلامتها، وهمين هاي قضية بيها نظر وجدل، بغض النظر عن كل ما صار يوم السبت، تبرز إن حقيقة مهمة جديرة بالاعتبار والاهتمام. هاي الحقيقة تأشر مفهوم للشرعية ما تحتوي القوانين النافذة ولا اللوائح المعمول بها بإدارة مؤسسات الدولة. هاي تقول باختصار شديد أن الشرعية ما عادت شرعية الانتخاب ولا شرعية الصلاحيات اللي تتيحها القوانين للمسؤولين، بل الشرعية هي شرعية الإنجاز. القضية بسيطة جدا وما تحتاج لأي تعقيد. الانتخابات صارت على عتبة وتسمح للمسؤول المنتخب وكذلك المعين بأن يمارس صلاحيات معينة لخدمة الناس. بمعنى الفوز بالانتخابات ما يمنح الفائز تفويض مطلق على كل شيء وبكل شيء، بل هو تفويض محدد ومحدود ويتوقف على ناتج الخدمة المطلوبة من المسؤول. بمعنى آخر أنه تفويض مشروط، بعبارة أخرى توظيف مشروط،
لكن مع الأسف الدستور والقوانين العراقية تغفل هاي النقطة المهمة والحساسة. شلون نقدر نسحب هذا التفويض للمسؤول اللي يخل بيه؟ ما نقدر طبعا، لأن هذا الأمر محصور بيد الكتل السياسية مو بيد الشعب صاحب السلطات ومانح هذا التفويض. لكن السؤال الأهم هو، هل يصح انتزاع أو قمع حق التظاهر بحجة ضرورات الوضع الأمني؟ ماذا لو كانت التظاهرات احتجاجا على الوضع الأمني نفسه؟ وليش جوبها التظاهرات الأمس بهذا المستوى المبالغ به من الإجراءات الأمنية المشددة؟ وكيف يكون معظم المسؤولين في البلاد مؤيدين ومساندين للتظاهرات ومع ذلك يسهمون في قمعها وملاحقة المتظاهرين؟ مناقشة هذا الملف أرحب بضيوفي، كل من الدكتور حنان الفتلاوي النائب عن ائتلاف دولة القانون، سيد أمير الكناني نائب عن كتلة الأحرار. أول مرة نشوف استطلاع لبعض المتظاهرين ونرجع. احنا اليوم طالعين تظاهرات على مود نسقط تقاعد البرلمانيين اللي هو مو من حقهم، ماكو سياسي يخدم هذا البلد مقابل راتب، هذه غير ما بها عدالة. احنا جايين نحقق العدالة، الناس تعبانة، الناس جوعانة، واللي ياخذ في 4 سنوات راتب 8 ملايين ما يعادل خدمة موظف عادي 200 سنة. نريد الجيش حراس، حراس للوطن والشعب، مو حراس سلطة، نريدهم حراس لنا. الكلام بعد المجتمع المدني فقط، ماكو بعد طائفية للمجتمع المدني فقط. شعب واحد طلع، لا سنة ولا شيعة ولا أي طائفة طلعت، كلنا احنا شعب وعراق واحد، وجينا نطالب بأبسط حقوقنا، أبسط حقوقنا، إلغاء تقاعد البرلمان والمجالس المحافظة وتحسين الواقع المعيشي. نطالب بإلغاء الرواتب فورا وفي حالة خلال 24 ساعة. نطالب خلال 24 ساعة وفي خلافه سوف نعتصم ويبقى اعتصامنا مفتوح في كافة أنحاء العراق. أطالب المحكمة الاتحادية بشطب أسماء الطبقة السياسية المتصدية للحكم الآن، لأنهم لم يكونوا حريصين على مصالح المواطن العراقي بل على مصالحهم الشخصية فقط. التظاهرة استمرت في كل شوارع بغداد بسبب حصر القوات الأمنية واعتدائهم على الشباب، وأهم مطالبنا مطالب الشعب. البرلمان انتخب الشعب، ما يقرر لصالحه إلا بموافقة الشعب، والشعب ألغى البرلمان وكل قراراته باطلة وملغية، وخاصة الرواتب وتقاعده ملغي. الشعب إذا أراد شيء يجب أن يكون هو السلطة وهو مصدر التشريعات. لا يجوز للبرلمان تقاعد، ودستورهم يقول ما إلى تقاعد، دستورهم يقول البرلماني ما إلى راتب، إلى منحة، والمنحة ما تأخذ إلى تقاعد قانونا وشرعا. ونحمل هذه المسؤولية للإدعاء العام ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا بإلغائها ورد قراراتهم، لأن تعتبر باطلة وسرقة للشعب. نقول للجماعة، يعني هاي قوات سوات والجيش الناشرة، خلي سنون قانون 4 تظاهر، شوف 24، وليش هيك ناس طالعه من ظهره كل شيء ما بيده يضربون ويغلطون يجازم منه كل شيء، ما عندنا ناس جناسينا موبايلنا ومصرفنا كل شيء ما شايلين. انا لا مثل طائفه ولا مثل كيان ولا مثل جهه، عيب على البرلمانيين، صار 10 سنوات كهرباء ماكو، عيب هاي التصلات بالشوارع. احنا طالعين كشباب انتفاضه جماهيريه ضد تقاعدهم، الدايل خفوه موظف 35 سنه ياخذ 600,000 وهو على مود 4 سنوات ياخذ 25 مليون بيع قانون، هذا بيع قانون بس المصفحات مالتهم كل مصفحه ب 100 مليون ليش؟ هاي عندنا نسبة ايتام 6 ملايين ونص بالعراق، وين ليش ما يطون فلوسهم لهم؟ ليش نريد نفتهم هاي السفرات مالتهم؟ ما حد اجى برلماني هسه من 6 ونص لحد هسه بالشارع، ما اجى برلماني الشريف وقال تعالوا خلص استلم قضاياكم، وينهم دول؟ السيد أمير الكناني وصل، هو داخل الاستوديو الآن وبانتظار دكتورة حنان الفتلاوي. يا ريت توصل حد ما نشوف تقرير نازة وبصمتها اليوم على الموضوع. شكرا أحمد. لم تختلف تظاهرات 31 من آب المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب عن سابقاتها،
من حيث تفريقها بالقوة المفرطة وتسجيل حالات اعتقال واعتداءات جسدية من قبل أفراد ما تعرف بقوات سوات تحت تسمية قوات مكافحة الشغب، فيما تعرض الإعلاميون لتهديد من قبل تلك القوات وصودرت أجهزة بعضهم. على الرغم من صدور بيان لرئيس الوزراء نور المالكي وسط تلك الأجواء يؤكد دعمه مطالب المتظاهرين ومساندته لهم، إلا أن هذا لم يترجمه الجهاز الأمني على أرض الواقع. وانطلقت التظاهرة التي نظمها ناشطو المجتمع المدني منددة برواتب وامتيازات أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث في 12 محافظة تفاوتت فيها أعداد المتظاهرين، إلا أنهم يمثلون مجتمعين أعدادا قدرت بالآلاف في كل من بابل والنجف وكربلاء وكركوك والموصل وميسان والديوانية وديالى وواسط والناصرية والبصرة، فضلا عن العاصمة بغداد التي انطلقت منها تظاهرتان كان هدف إحداهما التمركز في ساحة التحرير والأخرى في ساحة الفردوس لولا الإجراءات الأمنية المشددة التي منعتهم من ذلك، كتمركز قوات الجيش وسوات بشكل مكثف في الشوارع المؤدية إلى هاتين الساحتين وإغلاق جسور مهمة تربط بين جانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بحواجز كونكريتية وهي جسور الجمهورية والسنك والأحرار، فيما عزت الأجهزة الأمنية إجراءاتها هذه إلى رغبتها في حماية المتظاهرين ولأسباب قانونية تعود لعدم امتلاكهم رخصة للتظاهر، وكانت هي ذاتها من رفض إعطائهم الرخصة بالرغم من أن التحضيرات لهذه التظاهرة يعد لها منذ أشهر. على أي حال، الإجراءات التي سبقت وأعقبت التظاهرة لاقت تحفظات شديدة من منظمات دولية منها منظمة Human Rights Watch، سيما بعد تجريد محافظة بغداد من آلية منح رخص التظاهر في العاصمة وجعل الأمر مرهوناً بوزارة الداخلية، فيما يخلو القانون العراقي من أي مادة واضحة ترهن الأمر بموافقة سلطة محددة. إليك أحمد. شكراً نازة. ما زلنا بانتظار الدكتورة حنان، وأرحب مرة ثانية بالسيد أمير الكناني. مجمل ما استخلصت البارحة من التظاهرات وشرعية المطالب وطريقة التعاطي معها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ومشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة هي توصل لك عدة معاني ورسائل. الرسالة الأولى أن هناك نقمة شعبية ما بين المواطن والسياسي، هناك أيضا عدم رضا على الأداء الحكومي والتشريعي. أيضا تلمسنا أنه ماكو تعاون للأسف ما بين السلطة التنفيذية والمواطن، خصوصا الأحداث التي جرت خلال التظاهرات من خلال تجاوز بعض المنتسبين، وليس هي مسألة ممنهجة عملية الاعتداء على المتظاهرين. هناك كان إساءة في استخدام السلطة من قبل بعض الجهات التي لم تمنح الرخصة للمتظاهرين رغم هذا حق دستوري. إذن المواطن أشر، المعلومات تقول أنه الرخص منحت ما عدا بغداد لخصوصية بغداد، يعني بالمحافظات منحت رخص، يعني بس تم التعامل مع التظاهرات كأنه هي تعمل أو خرجت بدون رخصة على اعتبار كان عدم رضا من الأجهزة الأمنية وخصوصا من قبل الداخلية التي كان هامشها على الطلب الرئيس الذي يقدم من قبل اللجنة التنسيقية للتظاهرات بالرفض كان. فبمعنى وصلت رسالة بأنه عدم موافقة، وهناك إعاز من الأجهزة الأمنية سواء كان بالتضييق أو ما شابه. نتمنى أن تكون هاي مو يعني مسألة ممنهجة من قبل السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية. بالمناسبة يعني حقيقة هو حق التظاهر الحد الآن مكفول دستوريا، ولا يوجد قانون ينظم التظاهرات بمعنى المطلق يجري على إطلاقه. أنا من وجهة نظري القانونية أنه يحق لأي جهة أن تطلب التظاهر وتعلم الجهات المختصة، هو إعلام وليس رخصة، مو طلب رخصة، فقط إعلام بأنه أنا المجموعة سين سأتظاهر في اليوم الفلاني المكان الفلاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا، مضمون التظاهرة كيت وكيت، وعلى الأجهزة المعنية والمختصة أن توفر الحماية. الدعم اللوجستي الأمني الكذا قطع الطريق لهم. هذا من وجهة نظري القانونية. أما الموافقة ورفض الموافقة هذه أتمنى على
لا المحافظين ولا الأجهزة الأمنية أن يدخلوا بهذا المجال، وقد يساء استخدام السلطة من قبل محافظ يعني ما يعجبه يمنح رخصة أو يمنحها للسين ويترك هلصات. طيب. هذا إذا ما شرع هذا القانون لينظم حق التظاهر، أعتقد يجب أن تبقى الموافقات مسموحة إلى أن يشرع هذا القانون. طيب دكتور حنان، ما ضيعت أي فرصة يعني بداخل الأولى السيد أمير الكناني ودخلت الاستوديو، فاصل قصير ونواصل هذا الحوار. لا أنا قلت لك هي ملتزم يعني بالمواعيد. أهلا بكم مرة أخرى، رحب بيج دكتورة حنان. يمكن سمعتي آخر كلمتين أو ثلاث بس بالبداية، قال عدم وجود تعاون بين السلطة والمتظاهرين، وقال أنه أكو محاولة لمنع التظاهر من قبل السلطة التنفيذية، وزارة الداخلية منعت، وقال المفروض مو شلون بالله نقمة شعبية أكو مو نقمة شعبية أي. أنا بدي أسألك يعني شلون تقيمين البارحة؟ البارحة بكل ما يعني أولا حق التظاهر وحق هذا المطلب بالتحديد إلغاء قانون التقاعد، والطريقة اللي بالذات بالناصرية صارت يعني بقية المحافظات يمكن شوية أقل، شلون تقيمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة للضيف الكريم وإلك ولمشاهدي قناتكم الكرام، وأعتذر على التأخير، أنت تتحمل مسؤوليته مو أني، لأنه أنا كان عندي التزام وطريق يعني حسابات الطريق أكيد ما تجي بالمضبوط، فأعتذر لأن أنا مو من عوايدي أوصل متأخرة حقيقة. برغم ما حصل وبرغم بي سلبيات وبرغم بي إشكاليات وبرغم بي مشاكل، ولكن أنا أشوفه من زاويتي في جانب مشرق، جانب إيجابي، هو دور للرقابة الشعبية، دور للتعبير عن الرأي بطريقة منظمة منهجية. أنا ما لحقت على كلام زميلي بس أتذكر أنه أكو جملة أنه عدم تعاون السلطة مع المتظاهرين، مع المتظاهرين. يعني أتمنى بعض المفردات نحاول من زرعها بعقل المواطن. ماكو شيء اسمه سلطة، أكو شيء اسمه حكومة، أكو برلمان، أكو قضاء، هاي السلطات الثلاث لخدمة المواطن. قد يكون التعاون بين الحكومة والمواطن، تعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطن، تعاون بين القضاء والمواطن، ليش ما أصيغها أقول أكو عدم تعاون من بعض المواطنين مع الأجهزة الأمنية؟ أساساً التظاهر حق كفل الدستور، ولا يحق لأي جهة أو أي طرف إن كان أن يمنع هذا الحق. هو قال أتمنى أن هذا الموضوع مو منهج، مو شيء منهجي من السلطة. لا لا حسب لا. ما سماها أول مرة ليست المظاهرة الأولى التي تخرج في العراق من سقوط النظام وإلى الآن، يمكن لا تعد المظاهرات وبشتى الغايات، أسباب سياسية، أسباب خدمية، أسباب رواتب، أسباب اقتصادية، أسباب لها علاقة بأشياء بدول أخرى، ما يحصل في البحرين، ما يحصل في كذا، ما عشرات المظاهرات حصلت وبشكل طبيعي وما صار أي إشكالية. لكن من يكون أكو وضع أمني، أنا مع المواطن ومن حقه أن يتظاهر، ولكن وفق ضوابط، يفترض التنظيم مو للحكومة، التنظيم للمواطن حفاظا على سلامته، أن تأخذ المظاهرات ظاهر حضاري مثل ما حصلت في بعض المحافظات ما حصل فيها أي خرق، شيء لطيف، عبر عن رأي المواطن، سمع صوته للمسؤول اللي أحيانا يخلي قطن بذانه ما يريد يسمع، سمع البرلماني وسمع رئيس الوزراء وسمعت الحكومة وسمعوا الوزراء وسمعت الدرجات الخاصة وسمعوا أعضاء مجالس المحافظات، بالتالي محافظين طلعوا استلموا طلباتهم، مسؤولين طلعوا استمعوا طلباتهم، المواطن عبر بشكل طيب وعبر عن منهجية معينة وبشكل سليم. لكن كان ينقص أحيانا بعض التنظيم، التنظيم يكون لمصلحة الطرفين حتى ما تحصل تجاوزات، حصل خرق لا يعدو عن كونه تصرفات فردية يتحمل مسؤوليتها من تصرفها، من واجب الحكومة المحلية، من واجب الأجهزة الأمنية في المحافظة أن تجري تحقيق عادل بما يحفظ كرامة المواطن، من قصر يحاسب، هذا الشيء الطبيعي، هذا الشيء المنهج الصحيح، لا يفترض أن يكون هناك استعمال للعنف
باتجاه المتظاهرين، لأن المتظاهر إنسان جاي يعبر عن رأيه، ما يصير يستخدم ضد عنف، هذا الشيء طبيعي. وأكبر دليل إنه المظاهرات بعتها بالشوارع، ورئيس الوزراء صدر بيان مباشرة بتأييدها ودعم المطالب. سيد أمير، هو بالتأكيد الأخوة داعميها دولة القانون، هي الدكتورة نفسها مقدمة طلب لإلغاء الرواتب، فإحنا ماكو تقاطع. دكتورة مقدمة دولة القانون داعميها، الإحرار مقدميها، والإحرار مقدميها، مجلس الإسلام أعلن بشكل رسمي عن التنازل. هو ما حد معارض. زين، نقدر هسه نبشر الناس يابا مطالبكم خلاص مسألة أيام وتلغي الرواتب. أستاذ أحمد تريد نضحك على الناس؟ لا والله بحكي حقيقة. خوش حكي. إحنا عدنا ب 2011 طلعت تظاهرات تذكرها مال الشباب، والحكومة قالت راح أسوي إصلاحات 100 يوم، ودزت لنا مشروع قانون لتخفيض الرواتب، وأكدت على الحقوق التقاعدية بحيث اللي ما عنده خدمة تقاعدية كان الراتب 30% يوصل، يعني راتب معقول للي ما عنده خدمة. حقيقة كان قانون جيد جدا، شرعناه من 3 قوانين. الحكومة وزارة الخارجية طعنت بالقانون النقض مال الحكومة، أحد النواب أو أكثر من نائب طعنوا بقانون النواب النقض، والرئاسة هم النقض. إيش قالوا؟ قالوا هذا مقترح قانون. أسأل بالله الدكتورة حنان، إحنا مقترحنا ومقترحكم إذا يوم الثلاثاء نزلناهن ولا حد صوت عليهن، إذا طعن أي نائب أو أي جهة ينقض لو ما ينقض على اعتباره مقترح قانون؟ ألتمس من الدكتورة يكون جواب، ينقض لو ما ينقض. هاي نقطة. الآن الحكومة عادة مشروع. لا لا العفو، لا لا أنا بس بهاي الإجابة، ينقض لو ما ينقض، حتى نكون صادقين ويا ناسنا. عندي إجابة. زين. هاي نقطة. النقطة الثانية، موضوع الرواتب يجب أن يأتي مشروع من الحكومة، مشروع من الحكومة ينظم الرواتب الحالية وينظم الحقوق التقاعدية. يعني أنا الآن عندنا في مجلس النواب ناس عندهم خدمة وظيفية، أنت لازم تخلي معايير من تخلي قانون. هذا أقول اللي عندهم خدمة وظيفية أكثر من 15 أكثر من 20 سنة أنطيه حقوق تقاعدية هسه على راتب القديم مال وظيفته، على راتب الحالي يجب أن تنظمها. اللي ما عنده واضح خدمة تقاعدية تريد أنت تمنعه تنطي. المسألة وين؟ المسألة إحنا ما نريد تشريعاتنا تكون فعل ورد فعل. يعني أنا مو ب 2011 طلعوا المتظاهرين سويت 100 يوم ومشيت قانون تخفيض الرواتب، البارحة طلعوا المتظاهرين اليوم اجتمع أو قبل أسبوع من صارت الضغط اجتمع مجلس الوزراء وشكل لجنة، وإحنا جتنا المقترحات والكذا، واليوم سيد حسين الشهرستاني صرح قال كملنا ب5 أيام. في حين عندنا يعني باقي التشريعات تشوف ما عليها عين، شنو ما كيف ما إلها أحد، ما نريد هذه الزواجية. لا بالعكس، لا أنا بالعكس. لو أبني دولة، هاي رسالة زين للمواطن يا بترى. ها ها هاي رسالة، هاي رسالته رسالته جيدة جدا، أنا أتفق مع خروج المواطن للمطالبة بحقوقه وإبعاد ما يمكن أن يؤثر في بناء السلطات، يؤثر في بناء الثقة ما بين المجلس ما بين حتى الوزير. الآن هي تدري الهجمة مو بس على مجلس النواب، حتى على الوزراء الدرجات الخاصة، يعني زين. أني هذا وين يجرك؟ وين يجرك أحيانا أستاذ أحمد؟ يعني إحنا قبل سنة ديش الموازنة لغينا الرواتب التقاعدية للمجالس المحلية، يظلوا يظهرون أشهر، ظلوا يظهرون أشهر، رجعونا الحقوق التقاعدية، قدم مقترح ولغينا النص القانوني اللي حرمهم، رجعنا حقوقهم التقاعدية. الآن مجلس الوزراء والمالية عندهم لجنة على مدى يرتبونهم حقوق زين. الأجهزة الأمنية منحلة قبل 2003، تدري الآن قاعد يعطون حقوق تقاعدية لعشرات الآلاف؟ زين ضابط الأمن اللي كان يعدم بينا، اللي كان يعدم بينا من الثمانينات والتسعينات وطلع تقاعد بالتسعينات، ضابط الأمن مال مديرية الأمن العامة، هذا أنا أنطيه حقوق تقاعدية تبقى حقوق التقاعدية اللي أخذ الدماء اللي أخذها على دماء العراقيين. فإذا المشروع الحكومي أنا مع اليوم ما طرح السيد حسين الشهرستاني، قال يجب أن يكون طرح مشروع حسين الشهرستاني، لا هو كرئيس للجنة، رئيس للجنة، قال مشروع متوازن. رئيس الوزراء أيضا عنده تصريح اليوم أكد على أنه الأسبوع القادم ينتهي ويصوت عليه التحالف الوطني. بالمناسبة لا مجلس الوزراء الأسبوع القادم التحالف الوطني هو داعم، توقعت شخصية أخرى. التحالف الوطني بمجمل مكوناته داعم لهذه المسألة. التحالف الوطني داعم، لكن احكي لي دكتورة من راح يروح هذا المقترح ل مجلس النواب؟ المشروع تقصد الحكومة؟ المشروع مشروع الحكومة راح لمجلس النواب، وأكو إصرار أو يعني أو علني تحالف كردستاني مو مع إلغاء الرواتب، وكذلك متحدون مو مع إلغاء الرواتب. طيب شو راح تقولون تمشون هيش قانون؟ راح تكونون محرجين
أمام جمهوركم، خاصة أنه المحافظات اللي طلعت بها تظاهرات هي جمهوركم، لا طلعوا كردستان ولا طلعوا المحافظات الغربية. يعني أول مرة قضية إلغاء التقاعد ما عادت مطلب كتلة أو مطلب جهة أول قبل أن تكون مطلب حتى جماهيري، مطلب مرجعيات دينية، والكل يتحدث باحترامه للمرجعيات الدينية والتزامه بمنهجية المرجعيات الدينية. المرجعيات الدينية مو ترف من طالبة بإلغاء التقاعد، أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجالس المحافظات، أعضاء مجالس الأقضية والنواحي، المجالس البلدية كلها مو ترف، وإنما شهري سنوياً دا تخرج آلاف من المتقاعدين، دا تهدر موازنات كبيرة، دا تحول جيوش من الشباب مو ترف إلى متقاعد. لقانون ما يخالف أجوياك. الأستاذ أمير سأل قال إذا المحلي راح يعترض ويطلع مظاهرات ورجعه مثل السابق. لا، إذا أعلى سلطة تشريعية إذا شافني أني لغيت تقاعدي وتنازلت عنه سيد أمير بعد ما يحكي ليش؟ لأن أعلى سلطة مثلا الأعلى قدوته على سلطة رقابية بالبلد بدأت بإصلاح نفسها. بعد هو ما يحكي، أنت مو مداوم لك أربعة أشهر تجي تأخذ لك تقاعد معاون مدير عام وموظف بالدولة 30 سنة يطلع له 300 ألف تقاعد، وين المنطق وين العدالة؟ بعد هذا ما يحكي، لا يقرأ ولا يكتب، معظمهم أعضاء المجالس اللي يأخذ معاون مدير عام الآن لا يقرأ ويكتب. هل منطقي خريج وبكالوريوس وتعبان وعيونه مبقبقه من القرايه اساوي بمن لا يقرا ولا يكتب، يخدم اربع اشهر اساوي بمن يخدم 30 سنه؟ اذا هاي الاشكاليه مردوده، لان اذا شاف الاعلى بعد ما يحكي. بس لما انا اشوف البرلمان ياخذ 10 ملايين 11 مليون بالشهر تقاعد واني ما اخذ 750 خو من حقي اعترض، هاي وحده. اثنين، انا اتمنى على مجلس النواب ما ينتظر مشروع الحكومه. ليش؟ لان احنا اللي انتخبنا الشعب، الحكومة سلطة تنفيذية، احنا انتخبناها لخدمة لا تكون الحكومة احرص من عندنا لتلبية رغبات الشارع اللي انتخبنا واللي وثق بينا واللي اعطانا اصواته. خل نمشي نشرع القانون. انا ليش ابني اكو واحد راح يروح ينقضه؟ قانون ينقض الا اذا اعترض احد، الا اذا اشتكى احد بالمحكمة. زين، انا اثير اشكالية، اذا اليوم وجودي وجود سيد امير وكل الوجودات هاي باطلة. ليش؟ لان مجلس النواب قانون الانتخابات هسه راح يشرعه. احنا مو دنشرع الان مقترح قانون للانتخابات. مقترح القانون لم ياتي، اجى من كتله الاحرار، لم ياتي من الحكومه. بالتالي انت هذا باطل القانون اذا تدعي انه باطل. قابل للطعن، كوني قابل للطعن. حتى رئاسات الثلاث ليش نقض؟ قالوا مقترح. خليني اكمل استاذ امير. ما والرواتب النقض قالوا مقترح. ما قاطعتك، خليني لا مو حتى نكون واضحين من الجنبه الدستوريه. ما يخالف الجنبه الدستوريه وقرار المحكمه. ينقض في حاله وحده. طعن. اسمح لي، اذا طعن من يطعن يجيك مواطن بسيط يطعن به يتفلش كل القانون. خليني اكمل. لو طعن واحد من اعضاء المجالس المحليه يطعن به، لو طعن احد هو يتواجه مع الشارع. انا لبيت رغبه الشارع وأثبتت حسن نيتي، شرعت القانون، لأن التقاعد ما ممكن إلغاء إلا أن يشرع بقانون. هسه هاي المرحلة يبدو عبرناها، الحكومة قالت إحنا مجهزين القانون، لا. رئيس اللجنة قال مجهزين القانون، بينا. ورئيس الوزراء قال الأسبوع القادم راح نناقش. خلي أقول لك، أنا مقدمة مقترح من 14/6 والمقترح كله ثلاث فقرات، يعني ما يتعب اللجنة القانونية تقعد عليها بنص ساعة تحسمه وتطرحه. ليش إحنا دائما ننتظر إلا يجي من الحكومة؟ هل من الحكومة ما راح يطعن به؟ هم يروحون النواب يطعنون به مثل ما طعنوا بغير قوانين. إذا قضية الطعن مو هي القضية الأساسية، لكن إحنا كل واحد يرمي الكرة على ساحة الآخر. مجلس النواب أنت قلتها، تحالف كردستان رافض، العراقية رافضة، وما يخفون مواقفهم بالصريح، دا يعلنوها يقولون إحنا رافضين. صحيح التحالف الوطني، مجلس الأعلى، الأخوة بالأحرار، دولة القانون أعلنوا بشكل رسمي إنه معه، وبشكل غير رسمي جلسات سرية قد يكون كثيرين من التحالف الوطني. أنا أتفق معك، أنا لذلك دعيت لما تكون جلسة تصويت أن تكون جلسة علنية وشفافة وتبث مباشرة، أسماء تعلن، خلي المواطن يعرف من يزايد ويطلع يحكي بالإعلام، من هو صادق مع جمهوره. بالتالي يكون يعني أنت الشارع اللي انتخبك هذا يطلع بكل المحافظات ويتعرض اللي ما يتعرض إليه، ما ممكن تجاهل صوته. هذا ما طلع إلا بعد أن شاف أنه إحنا فعلا بحاجة إلى إصلاح، وهذا الإصلاح يفترض نبدي بيه من فوق. يعني ما أجي أصلح المواطن وأطلب من المواطن سوي كذا وسوي كذا، أريد من عنده مسؤوليات وأنا بنفسي ما أبدي بالإصلاح. يفترض إحنا نبدي بنفسنا، ولن نبني راح يصير نقض. النقض شخص، هذا الشخص راح يسقط هو أمام الجماهير. ليش نسقط إحنا؟ اسمحي لي دكتورة، يعني أنا قدام آلاف أعضاء المجالس المحلية ويروح واحد يقدم طعن، يخلي له محامي يقدم طعن بالمحكمة الاتحادية. يعني المجالس المحلية إيش قد؟ كم محافظة؟ آلاف موجودين. انحكمت واحد أستاذ أحمد، انحكمت المحكمة الاتحادية بشرعية الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي
على الدستور السلام لا الشكلية وعلى القانون السلام. إذا المحكمة الاتحادية ذاك الوقت إذا جاني مجلس النواب مع احترامي إذا شكلا مرفوض يقول لك مو مثل ما رفض الرئاسات الثلاث ومثل ما رفض نفس القانون نفس القانون ثلاث قوانين ورتت علينا خليه قالوا مقترحات قانونية أنت أثبت أنت أثبت حسن نيتك أمام جمهورك وخليه لا جا أقول لك حسن نيت حسن نيتكم كنواب القانون راح يجي من الحكومة الأسبوع الجاي أو اللي بعده جاي قانون جاهز يبقى التصويت هنا أرد أسأل من إجى القانون من الحكومة مال تخفيض الرواتب التزم مجلس النواب لو فصل ثلاثة سوى وخر مجلس النواب ما نزل رواتبه نزل رواتب الوزراء وخلى أكو فارق مليونين فارق مليونين إيه نزل فارق مليونين جد الحقوق التقاعدية نزلت 30% إحنا ما نريد نتجنى على مجلس النواب إشقد راتب مجلس النواب صارت خفض خفض إحنا أعلى من الوزير بمليونين أنت تقول تساوي النائب والوزير بالحقوق والامتيازات تجيب قانون تفصله تخلي الوزير راتبه أقل من راتب النائب بمليونين وين العدالة هاي مسألة أخرى بس إحنا التخفيضات للرواتب الرواتب التقاعدية صارت بحدود 30% يعني كان بجزء من الإنصاف للأسف الشديد منين يجي الطعن الأول ماكو لا نائب طعن ولا جهة طعنت اللي طعن الخارجية يعني وزارة الخارجية يعني الطعن من جهة تنفيذية طعنوا بي والنقض من النقض رجع أحد النواب قام إحنا هذا الخلل أنا أريد أكون صادق ويا الناس ما أريد إحنا يوم الثلاثاء موجودة المقترحات وراح تنزل طبعا يوم الثلاثاء وجم راح تجمع تواقيع إنه يقرأ قراءة أولى حتى يصير سباق إحنا نريد قبل الحكومة هاي أكو فلسفة بعض النواب خلي يجي من يمي ما أريد يجي من الحكومة وأنا بالمقترح والمشروع يلا يا ريت لكن صدقني أستاذ أحمد أنا قانوني أنا ما أعرف أكذب من أحكي أتكلم بالدستور وبالقانون هذا القانون عرضة للطعن يعني الناس طلعت والناس تفشخت وكذا ويجيني نائب للظهاري متقاعد ما أدري بيه هسه بلبنان وبالأردن مو واصل ما يجي دزله وكالة المحامي ورا سنة يطعن بس والحلو ماكو من يطعن اشتدرش ترجع الرواتب بأثر رجعي كلها ترجع بأثر رجعي جمعت يعني احنا من الطعن بي رجعت بأثر رجعي مال سنة كاملة يعني هذا لا خلنا نكون واضحين ويناسنا وجمهورنا طيب يا أستاذ أحمد واضح أنا أريد قانون زين أرسلك أنت متفائل أنه إذا إجا من الحكومة أو إذا مررتوا يعني من يمكم كمقترح قانون متفائل بي يمشي ولا ما يمشي بصراحة أنا متفائل بي يمشي 100% إن شاء الله زين. تحالف الوطني 160 نائب شنو طبيعة التعديلات اللي راح تصير عليه؟ من الحكومة؟ إذا جاء متوازن لا ما أعتقد يصير ديش التعديلات لا اليوم من يطلع مواطن ويقول بالتقاعد 8 ملايين للنائب وأنا 30 سنة خدمتي وتقاعد مال 600 ألف 10 ملايين تقاعد زين 10 وشوية شنو الحل المقنع؟ أنا لا تقول لي راح يصير 600 لا هو 600 ألف حالة حال المواطن أستاذ أحمد شو راح يجي من الحكومة المشروع؟ اليوم الأخ موحد السيد حسين الشهرستاني موحد يقول من رئيس الوزراء وضح يعني حسب اللي شرحها سواء ما جينا ما شفنا المسودة انه حاول يحقق عدالة نسبية بمعنى اللي عنده اعتمدوا معيار الخدمة معيار الخطورة خلينا عدة معايير اللجنة الفنية اذا اجى قانون متوازن وعادل وقال الحد الأدنى للتقاعد 400 ألف يعني الانطلاقة راح تكون يعني حقيقة هم بشرة للمتقاعدين اللي رواتبهم متدنية يعني التظاهرات هسه بها فائدة بها رحمة هسه مو بس النواب راح مو النواب تخفضت لا أكو رواتب راح ترفع مع العلم قانون التقاعد تدرج قد صار له يراوح في مكان قانون التقاعد الموحد صار له سنتين قبل سنة سويت عليه حلقة رحم الله والدي صار له سنتين يراوح بين مجلس شورى الدولة ورجعت هيئة التقاعد العام أنا أتذكر رحنا زيارة رئيس التقاعد قسم قال بشهر العاشر أنا مهيئ لكم ذاك رمضان قال أنا بالعاشر مهيئ طيب لكم دازة طيب الله يذكره بالخير يمكن حال على التقاعد فهذا إحنا دخلنا سنة جديدة وبعد القانون يروح فرحم الله والديهم اللي طلعوا هم فعلوا لنا قانون التقاعد بحدود الدنيا أكو جنبة مهمة اليوم رح تحكي بيها إنه وهذا السؤال دكتور عذرًا نسبة المشاركة في انتخابات مجالس محافظات بغداد المفوضية تقول 37 أكو أرقام وقالت لا بال 27 النسبة أنتوا ما تردون نسبة مشاركة تزيد ما تردون تعيدون الثقة داخل المواطن داخل نفس المواطن بالعملية السياسية ما تردون هذا المواطن يحس أنه حي ومشارك وقادر على أنه العملية عمليته هو مصدر السلطات شون أقدر أقنعه شون أنطي زخم عملية انتخابية مهمة قريبة عندنا شون أنطي زخم ودعم لهذه العملية من خلال أنه أمشيش قانون
يعني طبعا هي نسبة المشاركة كانت حسب ما اتذكر السماء كلش متكتفي بغداد يمكن 32% 32 الكرخ والرصافة 33 ب32 الكرخ والرصافة اعتقد هيك. ليش ما نريد؟ بالعكس انا استغرب من السؤال ليش ما نريد. هو احنا لو ما نريد نستعيد ثقة المواطن، انا خلي اسالك سؤال، ايش قد اكو واعين سياسيين واعين للي يصير؟ يعني اذا ما صار تعديل قبل الانتخابات هل اقول لك فش؟ هل تعتقد كل من اجى في مجلس النواب هو اتى لخدمة المواطن؟ أنا وأخوي أستاذ أمير يدري كثيرين أجوا من أجل كثيرين أتوا من أجل الراتب التقاعدي، وهاي قضية ما مخفية. يعني اليوم حط اعلن الأسماء بالإعلام، وكثير من المواطنين ترى البسطاء يتابعون جلسات مجلس النواب، لا تقول الإعلام وهذا يطلع بالإعلام ويسولف، ما له علاقة بالإعلام. أكو من يتابع جلسات مجلس النواب ويشوف طروحات النواب. طلع لي من 325 المواطن إيش كم نائب يعرف؟ 100. مو كل الناس اجت تخدم، مو كل الناس اجت تشتغل، بالتالي ليش ما نريد خولو، ليش ما نريد نرجع ثقة المواطن؟ أنا ما أقدم المقترح، من كان يجرؤ يحكي بهذا الموضوع؟ والله يمكن يدري أستاذ أمير. لا كثير من النواب أستاذ أحمد رد فعل عنيف، رفض شديد، كلام شديد اللهجة، ألفاظ نابية، إساءة، تسقيط، حملة بالإنترنت، حملة بالفيسبوك، حملة بالمواقع، حملة بكل شيء اتجاه من يريد يمشي القانون. بالتالي احنا لو مريض يتهموش بالمزايدة، يتهموش بالمزايدة السياسية. خلي اقول لك، اقعد حالي حال غيري واخذ تقاعد، واستاذ امير هم يقعد حاله حال غيره، وكتلة الاحرار والمواطن ناخذ تقاعد مثل ما اخذ غيرنا وحماية، ونقعد ونسكت، وحتى ما يحتاج نرشح مرة اخرى، نقعد 10 ملايين تعيشك ملك في اي مكان. بالتالي انت تريد عملية تمشي بشكل صحيح، يعني اليوم انا ما راح اتضرر مني روح التقاعد مثل الاخرين اتضرر، بس الفكره شنو؟ انت اذا شلون تستعيد ثقه المواطن؟ المواطن يقول لك انا اتعب واطلع انتخب واسوي نائب، وهو يقوم ياخذ 12 مليون بالشهر وياخذ 10 ملايين تقاعد، وانا شو اللي استفاديته منه؟ لا شرع لي قانون احتاجه، وين قانون النفط والغاز؟ وين قوانين البنى التحتيه؟ وين القوانين المهمه؟ قانون قانون المتقاعدين هسه يا استاذ امير، هذا المواطن هسه اذا اللي طلع على هذا الموضوع للقدره البعض من النواب بسيط، هذا باكر اذا ما شرع قانون تم تعديل الرواتب سقف مطالبه راح يرتفع، لا ويفقد ثقته بكل السياسيين بالعمليه السياسيه. بدايه أطلع. كلامي دكتوره ما كانت حاضره، ما صار توضيح. ليش قلت لك المواطن ناقم؟ هو ترى مو بس الرواتب اللي محركته، كثير امور محركه المواطن، الخدمات، الامن، تشريع القوانين، تأجيج الطائفي، الفتنة، الوضع بصورة عامة، سياسة الخارجية الداخلية، المواطن قاعد يشارك، هاي هموم وكلها قاعد تنصرف على المواطن. لذلك هاي الصيحة الاحتجاجية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار على الكتل السياسية اللي موجودة بالحكومة، اللي خارج الحكومة، اللي موجودة بمجلس النواب واللي بخارج، أن تتحمل مسؤوليتها. يعني الخطاب الإعلامي لازم يتخفض، الخدمات يجب أن الكل يخرج بالشارع ويساهم مع السلطة التنفيذية، مع الوزراء، مع المحافظين بمساعدتهم مو بس مهاجمتهم. الأجهزة الأمنية احنا هاجمناها بما فيه الكفاية، يجب هم أن نقدم لهم شيء، ندعمهم نفسيا معنويا، هذا يجب أن تكون سياسة جديدة. الآن التعاون الغائب ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية يجب أن تعاد العلاقة ما بين السلطتين، ترى بالفقه الدستوري الآن المتقدم ماكو الفصل بين السلطات، الآن يسموا التعاون ما بين السلطات، ماكو فصل. هو من المواطن والطبقة اللي يرسم السياسة الخارجية والداخلية مثلا مجلس الوزراء، من اللي ينفذها بالواقع؟ البرلمان من خلال تشريع للقوانين، هذا هو اللي يقصد لك بالتعاون. خل أقرأ إيش كم رأي بالفيسبوك وصلنا عن نفس الموضوع. حسن الساري، ما أعرف حسن الساري شابه أسماء والنائب حسن الساري، من حق أي مواطن وأي مسؤول يتظاهر على حقوق المكتوب الدستور، وسؤالي إلى ضيفك الكريم، ليش ضربون المواطن من يطلع بمظاهرات؟ لن يطالب بحقه وحق الآخرين، صدقوني لأن يطالب بحقه وحق الآخرين، صدقوني لو مو هذا المواطن كما قعدته على الكراسي. وشكرا لك. مالك الدراجي، السلام عليكم. لا يوجد قانون يلغي التظاهرات، وكيف سنغير بدون تظاهر؟ يعني أسكت منا ما يصير الوضع زين وطلع تظاهر، حجج واهية وبالية وقمعية، وتعسى لبلد مجرموه أحرار. وعندنا حسين الخفاجي يقول والله هذا اللي صار في الناصرية وبعض المحافظات أمر فعلا خطير، إذا نبقى الحكومة بهذه الأعذار في منع تظاهرات غلق الطرق أمام المتظاهرين، فإنا مقبلون على صناعة دكتاتورية جديدة. وللتعليق من دكتورة حنان، من يصير تفجير المواطن وغيره يلوم الحكومة ويلوم الأجهزة الأمنية، من أكو متوقع ضربة في سوريا قد تكون اليوم وقد تكون باكر وقد تكون ورا 3 أيام، المواطن عليه أيضا أن يتحمل المسؤولية.
لن نحاول. شوف أكو حملة قامت بها بعض الجهات السياسية وما راح أتحدث بصراحة وهم يعرفون نفسهم لصرف النظر عن هدف المظاهرات. هدف المظاهرات إلغاء رواتب تقاعدية للنواب، مجالس محافظات، مجالس أقضية ونواحي، درجات خاصة. انحرف الهدف عن تسليط الضوء على إلغاء التقاعد، التجاوز على المتظاهرين صار خرق في الناصرية. أين هي باقي المحافظات؟ في واسط ما صار شيء، في الحلة ما صار شيء، في كربلاء ما صار شيء، في الديوانية ما صار شيء. خرق صار في الناصرية. بين من؟ ابن الناصرية الشرطي والمتظاهر من الناصرية، وشيء طبيعي. أبناء الناصرية معروف دمهم حار، مو هسه، من قبل لا يسكتون على شيء ودمهم حار. بيناتهم صار خرق. طلع المحافظ اعتذر وقال شكلنا لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصر. إذن غير ممنهج مثل ما أشار في بريطانيا بالقضية السورية، من صارت مظاهرات حطوا لهم حبل لا تطلع عن الرصيف من تظاهر، عبرة وحدة الحبل اللي حطوه جروها الشرطة البريطانية من شعرها. تحصل في أعرق الديمقراطيات. طيب. لا يكون نكبر المسألة. هناك اليوم من يريد يشوه التظاهر. طيب. يفقد التظاهر معناه. إيش صار؟ ليش صار؟ يا أخي صار خرق بالناصرية. أول طيب. دولة بالعالم. أبو علي العقابي، لكل ظرف أحكامه على العين والرأس، لكن التظاهر حق مشروع لكل مواطن، كفله الدستور. المظاهرات تتم بالموافقات الرسمية. هنا سؤال، لو كان النواب خائفين على الشعب لردوا بقانون إلغاء الرواتب، لعلمهم أن الشعب يريد إلغاء أحدهم نزولهم إلى الشارع وتعريضهم للخطر. كما نعلم ان هذا عندنا شيفان الاتروشي يقول كما نعلم ان التظاهر حق دستوري ودستور للاسف لم يعد يعترف به، ولهذا تعرضت المظاهرات السلميه لهذه المضايقات. شنو لازم اليوم؟ الوقت ضيق عندك جدا. زين، ما عندنا الاراء الكارتات الاخرى. زين، 3 ثواني 4 ثواني دكتور حنان. هذا أمير يعقب تعقيب أخير حسين. شكرا. ما عندي شيء. والله دكتورة. دائما كريم أبو عبد الله. التظاهر حق للمواطن، ولكن حق مو مفتوح، منظم، مو مطلق. يعني حق السكن يصير تجي تأخذ بيتي تقعد بيه أنت، كفلك الدستور. حق التظاهر بحساب الوضع الأمني، بحساب الوقت، بحساب يصير تظاهر ساعة 3 بالليل، يصير تظاهر ببيتي. أكو حق. نعم، كيف لازم ينظم. لازم ينظم لمصلحة المواطن، مو لمصلحة الحكومة رايحة متغيرة وتجي غيرها والأجهزة لمصلحتك. شكرا جزيلا دكتورة حنان فتلة على هذا الحضور. شكرا جزيلا سيد أمير الكناني. مشاهدينا الكرام، تشاهدونا بعد الفاصل. الحكومة الاتحادية ترمي بكرة البطاقة التموينية في ملعب الحكومات المحلية. طيبة أهلنا، سنلقي الضوء على حكايات من الوجع. نضع المسؤول أمام مسؤوليته. نسبة الفساد كيف يتغير في العراق؟ إطفاء حاجة البيت العراقي. تبني لهذا البيت ما نفتح باب الأمل لمساعدة الفقراء والمحتاجين. الله يفتح وجهك. نعالج المرضى في أفضل مستشفيات العالم. راح يسافرون إلى كندا. هذا اليوم المبلغ راح نسلمه اللي هو مبلغ 10,000 دولار أوراق السفر. تبقى بقلبي يا عراق. إن شاء الله ترجع أستاذ خدوري، إن شاء الله يسمعون صوتك كل المسؤولين. نضع يدنا بيدكم ونتواصل عطاء ومحبة. تواصلوا معنا على العنوان التالي في طيبة أهلنا. أرحب بكم مرة ثانية. اليوم الحديث عن اكتمال البطاقة التموينية وانتظامها يشبه الحديث عن صيد السمك في صحراء الرمادي مثلا. شقد ما تحاول ما تحصل غير تراب يملي الحلق.
ولا سمج ولا هم يحزنون. ولأن قضية الحصة التموينية صارت معضلة استراتيجية للجهات المعنية بها، قررت الحكومة أخيراً التخلص منها وإلقائها على عاتق الحكومات المحلية، يعني كل محافظة تصير مسؤولة عن توفير الحصة للمواطنين تلك المحافظة. هذا الإجراء اللي نقول عليه شوية متأخر بتوقيته، نسميه تعزيز اللامركزية، تتخلص به الحكومة الاتحادية من بعض الالتزامات والمهام الخدمية وتحولها للمحافظات. بعض المحافظات، وهذا الحكي من سنوات، دعت لتنفيذ هذا الإجراء ورحبت بقرار مجلس الوزراء بتخويلها بشؤون البطاقة التموينية، لكن مجلس محافظة بغداد ومحافظتها رفضت تولي هاي المسؤولية إلا بشرط تعاون وزارة التجارة وياها. ليش هذا الرفض؟ وشنو الشروط اللي تطلبها محافظة بغداد ومجلس محافظتها حتى تتولى زمام البطاقة التموينية؟ وشنو طبيعة التعاون اللي تريده من الحكومة الاتحادية حتى تنفذ هذا هذه الآلية هي تقوم بتوزيع البطاقة التموينية؟ على العموم هاي الأسئلة راح نطرحها على الدكتور رياض العضال رئيس مجلس محافظة بغداد وياي عبر الأقمار الصناعية. رحب بك دكتور العضال. ليش هذا الاعتراض على استلام مهمة توزيع بطاقة تموينية على المواطنين في بغداد؟ أهلا بك مشاهدي قناة الرشيد الفضائية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الموضوع يتعلق بالأمن الغذائي للمواطن، وهو موضوع دقيق وحساس ويجب دراسته ودراسة كل صفحاته. احنا نعرف البطاقة التموينية تولتها الحكومة الاتحادية منذ عام 1991 لحد الآن، أكثر من 30 سنة في نظام مستمر، هو نفس النظام اللي معمول به، نظام استيرادي، فتح ألسيات، اختيار شركات، عملية استيراد واختيار ونقل وخزن ثم توزيع. طيب عام 2003 في عام الاحتلال كان المواطن في بيته حصة مال 4 أشهر من الأمن الغذائي، وكان موفرت الحكومة بنفس الآلية. يعني هذا التاريخ، هذا التاريخ قد يكون معروف، عفوا دكتور رياض، هذا التاريخ قد يكون معروف للكثيرين. البطاقة التموينية متلكئة من عام 2003 ولعدة أسباب، وملف ثقيل جدا على وزارة التجارة وعلى الحكومة بصورة عامة. لكن أكو محافظات طالبت بهذا الموضوع من زمان، من سنوات، وأكو محافظات لا ترددت، مثل محافظة بغداد، محافظتكم، وقالت أنا هذا الموضوع ما أستلمه إلا بشروط. ليش ما جاي تستلموه؟ صحيح. وشنو شروطكم؟ نعم، بغداد تختلف عن بقية المحافظات. بغداد ثلث العراق، نفوسها ثلث العراق، 7.5 مليون نسمة. ولما نتعامل مع هذا الملف يجب أن ننجح في هذا الملف، لأنه ملف متعلق بغذاء المواطن. العملية اللي كانت عملية الاستيرادية اللي كانت بيد الحكومة الاتحادية ووزارة التجارة قد تدهورت من بعد 2003 لحد الآن، بحيث الآن اختفت نهائي البطاقة الحصة التموينية من المواطن، برغم هي 4-5 مواد فقط، ولم تؤمن للمواطن هذا الغذاء الرئيسي. ما عندك آلية للتعاقد ويا شركات، ما عندك مخازن تخزن بها المواد، ما عندك طريقة لتوزيعها. لا، هي ليش هذه مددوها؟ لا، احنا من اول ما طرح علينا هذا المشروع بادرنا بتشكيل لجنة متخصصة من 6 أعضاء. هذه اللجنة تقوم بدراسة الأمن الغذائي وتأمين الأمن الغذائي للمواطن من خلال الاتصال مع الجهات ذات العلاقة اللي كانت على الاستيراد من وزارة التجارة والشركات المتخصصة في وزارة التجارة في هذا الموضوع. ودرسنا معها، أنا كنت أقود الفريق، وعرفنا من وزارة التجارة أن هناك صعوبات. آلية الاستيراد هي نفسها آلية الاستيراد، وكما تعرف المواد الغذائية تتحكم بها السوق العالمية، بورصة هي،
ما تتغير إلا يعني فوارق قليلة، ولكن هناك صعوبات في آلية الاستيراد وتخصيص الأموال والتوقيتات. المواطن يطالب بحصة غذائية أولا، نوعيات جيدة، كميات جيدة. طيب المفروض واحد وتوقيتات. طيب توقيتات 1/1/2014 رسميا تنتقل المسؤولية لكم. الموازنة عادة ما تقر إلا يمكن شهر نهاية الشهر الثاني أو بداية الشهر الثالث، اللي تخصص الأموال اللي المفروض أموال البطاقة التموينية. تقصد هذا الفرق في نهاية شباط، في نهاية شباط أو بداية آذار، تعودنا على الموازنة ما تنقر إلا بهيج تاريخ. تقصد هذا التفاوت. الدورة الاستيرادية تأخذ 70 يوم، يعني حتى تحقق يعني دورة استيرادية 70 يوم تحسب من بعد الاعتمادات ومن بعد التوقيع المناقصات مع الشركات. طبينا بالخامس 70 يوم لحتى تصل البصرة. طبينا بالخامس. إذن 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 هناك صعوبة، يعني الصعوبة هي مو في يعني آلية العمل، وإنما صعوبة في التشريعات اللي حضرتك قلت إنه أني أقبلها بس بشروط. شنو الشروط اللي تريدها؟ نعم تقول أنا أقبلها شنو الشروط؟ يعني نعم شروط متعلقة بالحصة نفسها، يعني أولاً المواد لازم تكون مواد متميزة، مواد جيدة، مواصفاتها جيدة عالمية. هايمكم أنتوا راح تتعاقدون؟ نعم هذه نتعاقد، بس الأسعار، هل الأسعار اللي تفرضها الحكومة الاتحادية تعطي؟ إحنا منريد نوعيات جيدة تكون الأسعار نفسها، هاي واحد. اثنين يعني تأمينها في وقتها، يتطلب تأمين أموال في وقت مبكر وإطلاق الألسيات اللي هي الاعتمادات المصرفية أيضاً، وتحويل الأموال يكون بتوقيتات مضبوطة، وهذه التعاقدات اللي تكون مع الشركات يجب أن تكون تعاقدات رصينة ومعتمدة على اعتمادات بنكية عالمية حتى تصرف. ثلاثة هسه احنا تكلمنا عن نوعية والكمية والتوقيتات، الآن اكو شروط أخرى مفروضة مع البطاقة التموينية، هو احنا ما المفروض نتعامل بها؟ لماذا تقطع البطاقة التموينية عن الموظف اللي او المواطن اللي دخله 1.5 مليون؟ ما هي 1.5 مليون ما تحقق للعائلة؟ اذا العائلة بها 6 أو 7 أشخاص وكلهم طلبة وجامعة وطلاب مدارس ومواصلات وملابس وامور كثيرة، يعني ماذا تعني المليون يعني ونص مجلس محافظة بغداد مع الغاء هذا التقنين؟ نعم يعني 1.5 مليون؟ نعم او رفعه، ممكن نرفعه نسوي 1.5 مليون، ممكن يعني حتى لا يكون اكو صراع طبقي، يعني فنقول 1.5 مليون يعني قد تكون موضوع يعني قابل للدراسة، ولكن احنا نعتبر هذا قطعة عن المواطن اللي دخله 1.5 مليون، هذا ظلم على المواطن هذا. اي بس دكتور رياض، يعني احنا ليش ما نزيد مفردات البطاقة التموينية لما كانت 13 مادة؟ يعني في وقت كان العراق في حصار، الان العراق ما عنده حصار، احنا عندنا دولة، يعني هاي مطالبة بزيادة التخصيصات المالية مستمر. نعم، مو انواع وزياده المفردات، هو من زيادة وتخصيص المالي. انت تقدر بعد الانواع يمك انت تقدر تفنن بها، وقد تختلف حصه لمحافظه معينه عن محافظه اخرى، يعني هذا ما داخله يمك. يعني المحافظات الاخرى ممكن ان تزيد، لان عندها واردات من البترودولار، خصوصا المحافظات الجنوبيه توصل واردات البترودولار عندها الى 1 مليار دولار، لكن احنا واردات البترودولار محدوده. بس البترودولار بالمحافظات لا ابواب صرف دكتور رياض، يعني ما يعني مو فارغ. نعم البترودولار حتى نعم البطاقه يعني. نعم، ما هو تعريف البترودولار؟ البترودولار هو تعويض عن الضرر البيئي اللي يحصل عن كل عليه برميل نفط نتيجه انتاج وتكرير النفط. اما انت كيف تتعامل مع البترودولار؟ هو بما يحقق مصلحه للمواطن. ممكن تسوي مساكن شعبيه وتوزعها للمواطنين. توضيح اخير. او ممكن تسوي مراكز تاهيل تقضي على بطاله، برامج كثيره يعني. طيب في البترودولار ما المفروض رياض. الحكومه الاتحاديه تعطي البترودولار وتعطي برنامج، يعني لازم تخلي خصوصيه لبغداد بخصوص البطاقه التموينيه، هذا تريد تقوله؟ اريد توضيح اخير. نعم، بالنسبه للحكومه اتخذت هذا القرار 1/1 تصير مسؤوليتها. نعم، حضرتك الان رافض لتسلم هذه المسؤوليه الا بشروط، ماذا لو لم تتحقق شروطك
وأنت مطالب بأنه حصة شهر كانون الثاني لسنة 2014 أنت تسلمها كمحافظة بغداد كمجلس كمحافظة تسلمها نعم. للمواطنين. هي الحكومة يعني المفروض يعني تسأل الحكومات المحلية على موافقة أو عدم الموافقة. مجلس المحافظة الآن الحكومات المحلية معظمها على تبني الحكومات المحلية معظمها طالبت عفوا معظمها طالبت بتسليم هاي المسؤولية. اي نعم لما يكون عدد سكان المحافظة مليون ومليون ونص يعني المحافظات أكبر محافظة ما تطلع يعني بعدد سكان مدينة الصدر فيعني ممكن أن تقبلها. هذه مفردات معروفة وهي أربع مفردات وأموالها كثيرة وآلية العمل فيها عملية بسيطة لأنه مخازن محدودة، لكن بغداد في مخازنها الكبيرة جدا. وزارة التجارة عرضت علينا المساعدة، الله يعني يبارك فيهم يعني مع مساعدة وزارة التجارة بإمكانكم تنفيذ الموضوع أم أنك متشائم من التنفيذ؟ لا هو متشائم أخي أخي إحنا نتعامل مع الأمن الغذائي وإحنا مو مؤسسة عادية. إحنا مجلس محافظة منتخبين لنا خلفيات سياسية وشارع يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ما نستطيع أن نفشل ولا حتى 5%. وزارة التجارة لما فشلت العالم تكلمت كثير على وزارة التجارة وحتى على الحكومة الاتحادية. ما تغير شيء، لا تغير وزير تجارة ولا تغيرت الحكومة، لكن لما احنا نخفق في عمل بتحقيق أمن غذائي ستكون العواقب وخيمة. فعلينا أن ندرس إن شاء الله الموضوع. ستكون هناك ثلاث ندوات متخصصة إن شاء الله. نتمنى لكم النجاح في هذه المهمة الصعبة. دكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد، شكرا جزيلا لك. عندنا تحويلة مؤقتة بعد الفاصل. عندنا نائبة صرحة تصريح غريب جدا في السماء. هلا هلا هلا، جت هي وحمايتها. بروح رجل خالتي، هاي العشر ملايين دينار ما تكفيني نص شهر عيني. شنقول غير ان الله. هاي بالنسبة لك ساعات النائبة، لكن اكو ناس وضعهم غير وضع. جهوة وجهالة. لو بس عندي 10,000 دينار حتى أوكل جهالي خبز. شنقول غير لكم الله. هذا الموضوع يخليني أتصور أن الصورة راح تنقلب، مظاهرات السبت تتحول إلى يا معودين كل من وضميره وكل من ومدت ايده. خطيه لان رواتب اعضاء البرلمان ما تكفيهم النص الشهر. شنقول غير استغفر الله. ساعات النائبه اذا ال 8 ملايين ما تكفيش نص شهر او 10 ملايين ما تكفيش نص شهر، فبالنسبة 10 ملايين صححت حسين، 10 ملايين ما تكفيش نص شهر، فنسبة كلش كبيرة من العراقيين يمكن توصل 80% عندهم 10 ملايين ثروة، يعني ثروة تحل أزمات عندهم تحل مشاكل. فمو مشكلتنا إنه 10 ملايين ما تكفيش نص شهر، هاي مو مشكلة العراقيين. زين راح نشوف بعد الفاصل. ملامح أولية ترسمها ورشة البورتريت للنائب عن كتلة متحدون وحدة جميلة.
في طيبة أهلنا سنلقي الضوء على حكايات من الوجع. نضع المسؤول أمام مسؤوليته. نسبة الفساد كيف يتغير في العراق؟ إطفاء حاجة البيت العراقي. راح تبني لهذا البيت ما نفتح باب الأمل لمساعدة الفقراء والمحتاجين. الله يفتح ويفتح. يعالج المرضى في أفضل مستشفيات العالم. راح يسافرون إلى كندا. هذا اليوم المبلغ راح نسلمه اللي هو مبلغ 10,000 دولار أوراق السفر. تبقى بقلبي يا عراق. إن شاء الله ترجع أستاذ خدوري، وإن شاء الله يسمعون صوتك كل المسؤولين. نضع يدنا بيدكم ونتواصل عطاء ومحبة. تواصلوا معنا على العنوان التالي في طيبة أهلنا. قريبا بالشمع الأحمر. أهلا بكم مرة ثانية. ورشة البورتريت تضيف اليوم نائبا من صنف النساء، ولم نقل نائبة تجنبا لسوء التأويل وحفاظا على حسن القصد. نائب أو نائبة هو أو هي عضو في لجنة الخدمات والإعمار النيابية، ولا تكاد هذه اللجنة تتسع لها أو تتسع للفيض الكبير من تصريحاتها، ولا تكاد تتوقف عن الخوض في هذا أو ذاك مما يشغل عباد الله في مشكلاتهم على اختلاف أشكالها. شاطرة بين النساء، جريئة بين الرجال، تتنوع مواقفها، تلين حينا وتشتد حينا آخر، تهادن اليوم من قد انتقدته بالأمس، بحيث يصعب على المراقب وضعها في تصنيفات الكتل السياسية أو احتسابها على أي منها، تحمل لسانا لا يهم سامعه إن طال أو وإن قصر، بل يهمه أن يلتقط منه ما يخرج منه من تشخيصات دقيقة أو من سهام نارية موجهة. صفحتها أو مكتبها على الفيسبوك أنشط من مكتبها بين أهلها وناخبها. هذا جانب من صورة ضيفتنا الشخصية التي نحاول استكمالها على كرسي البورتريت. أرحب بالنائب أو النائبة وحدة جميلين. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا. ما أعرف لغويا يمكن صار تعميم أنه لا ضير من استخدام نائبة، في رغم أنه نائبة قد تشير إلى موضوع آخر الله يبعدنا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا على الاستضافة وشكرا على المقدمة الحلوة اللي يمكن هي أكبر من الحجم الآني بي. التصحيح اللغوي لكلمة النائب أو النائبة، النائب هي الأصح، النائبة هي يعني معناتها المصيبة، ويبعد الله العراقيين عن المصائب. ما بعض اللغويين يقول لا لا بأس من ناحية يعني اللغوية يعني، واستشار بها هيئة الرئاسة طبعا استشارت لغويين بهذا الأمر. طيب خلنا ندخل بالسياسة، خلي اللغة العربية لها لها. شنو رأيك بتظاهرات البارحة؟ شنو موقفك من إلغاء تقاعد البرلمانيين؟ طبعا شوف أستاذ أحمد، يعني التظاهرات إحنا طبعا مو فد شيء جديد، يعني صار تقريبا قرابة الشهرين هناك مبادرات شبابية، حركات شبابية مدنية على الفيسبوك، هناك منظمات مجتمع مدني، هناك دعم من مرجعيات، هناك دعم من كتل سياسية لإقامة هذه التظاهرات. التظاهر هو حق مكفول بالدستور، نص المادة 38 تقول تكفل الدولة، الدولة يعني الكفالة تكون للدولة
من ناحية الأمور اللوجستية والأمور الفنية والأمور الأمنية. تكفل الدولة بما يخل بما لا يخل بالنظام والآداب العامة، حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل، وحق التظاهر السلمي، لكن ينظم ذلك بقانون. مجلس النواب أفشل، يعني فشل بأنه ينظم هذه المسألة بقانون. التظاهرات ظاهرة حضارية، ظاهرة مدنية، يعني تكاد تكون هي مقياس الشعوب المتمدنة حالة التظاهر، وهي ثقافة التظاهر. هذا واضح دكتور. إحنا نشد على إيد شبابنا في مسألة التظاهر. طبعا التظاهرات سمحت لي في محافظة بغداد تحديدا جوبهت بمعارضة شديدة، ابتداء من عدم إعطاء الرخص، سد الطرق المؤدية إلى مكان التظاهر، سواء كان ساحة الفردوس أو ساحة التحرير. جسر السنك كان مزود بصبات وكونكريت، ممنوع أنه يوصلون الشباب اللي هناك، الكاميرا ممنوعة. وليش وصلتوا الموضوع لهالدرجة هاي؟ وليش خليتوا الناس من زمان صار لهم فيسبوك وصفحات والإعلام كله يتحدث؟ ليش وصلتوهم؟ وضع بغداد مو طبيعي، ويمكن من يمكن أكو محاذير أمنية معينة وخلت الحكومة سد هاي الشوارع. ليش وصلتوا الناس إلى أن يوصلون يطلعون تظاهر ظرف أمني يمكن الحكومة تقدر تحميهم؟ لا هي رغبة. لا لا أنا أقصد لا كمجلس نواب الموضوع واضح، المطالب واضحة وصار لها فترة، وأكثر من نائب عندكم طلع وقال أنا مستعد، وكتلة تنازلت عن رواتب وهو قانون من 4 كلمات، ليش ما فضيتوها؟ لا هو شوف لنا نستخف بالقانون، نقول قانون من 4 كلمات، مشروع قانون، هو مقترح قانون طبعا إذا قدم المجلس النواب. كانت رغبة الشباب على الفيسبوك في كل المحافظات، سواء يعني بتواصلهم هم مع بعضهم أو مع المنظمات المجتمع المدني، أن يقيموا هذه التظاهرات. هم يعرفون الشباب كل زين أنه مجلس النواب يعني أخذ على عاتقه تشريع مقترح قانون يلغي التقاعد، تقاعد البرلمانيين وتقاعد الوزراء وتقاعد الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والحكومات المحلية، وتقدمت 4 مقترحات للجنة القانونية، هي اللجنة الأصلية والمساندة لها اللجنة المالية. يعني كلامك أنه تظاهر من أجل التظاهر بس هذا صار؟ لا مو من أجل التظاهر، هي ورقة ضغط، ورقة ضغط تصير لمجلس النواب. شو راح يسوي ورقة الضغط هسه؟ مجلس النواب شو راح يسوي مجلس النواب؟ أنا برأيي يعني برأيي باعتباري كعضو مجلس النواب، مجلس النواب بكتلة سياسية كافة جاد في أن يأخذ هذا الأمر على محمل الجد، بدليل أنه قدمت مقترحات، المقترحات طيب تأخذ سياقها طبيعي. على محمل الجد بس على نفس الكرسي اللي حضرتك هسه الآن جالسة عليه، المتحدون دكتور أحمد المساري ضد إلغاء التقاعد، وخالد الشواني تحالف كردستاني ضد إلغاء التقاعد أو ضد إلغاء نهائيا، طبعا مع تقنين الاثنين مع تقنينه واضح من النفس من سألتهم أنه ضد. دكتورة وحدة وموقف ثاني من المتحدون، إذا انعرض القانون للتصويت هل ستصوت بنعم؟ أعطيك أستاذ أحمد رأيي الشخصي وليس رأيي كنائبة في قائمة متحدون اللي هي ضمن ائتلاف العراقي. رأيي الشخصي وأني قلتها، أنا من كنت عضو مجلس محافظة بغداد طالبت بإلغاء الرواتب، إلغاء التقاعد والاكتفاء بمكافأة نهاية خدمة، أسوة لبعض الدول المتقدمة، الدول الديمقراطية، لأنهم على الحالة حتصير عندنا جيوش من المتقاعدين، لأن كل 4 سنوات تتخرج وجبة، وبالتالي حيصير فت حالة من التمايز الطبقي بين يعني المجتمع العراقي. إذا سمحت لي، إحنا اليوم نحتاج، أنا ما أقول لك أنه أنا مع بالمطلق وضد بالمطلق، لا مع تقنين، لأن لدينا أعضاء مجلس النواب هناك لديهم خدمات يعني في الدولة عند 10 سنين، عند 15 سنة. هذا التقنين هل أنت مع أن يسم؟ هذا التقنين هل أنت مع أن يسم هذا التقنين بخفض واضح على رواتب المتقاعدين النواب بحيث أنه ما تأثر على الميزانية؟ اللي أريده واللي يريده كثير من زملائي الموضوعيين، مو الذين يطلعون يطبلون بالإعلام، أنه أن يكون هناك طبعاً ينشدون إلى دولة مدنية ودولة مؤسساتية، أن يكون هناك لدينا قانون سلم الرواتب، قانون ينظم رواتب أو رواتب وسلم الرواتب من الوزير إلى الفراش، وأيضاً يكون لدينا قانون التقاعد اللي ينظم التقاعد لكل موظف خدم الدولة بقانون واحد، بقانون مو قانون واحد. كل خاص للدرجات الخاصة، كل هاي تجمع. فهذا الأمر ليس بالسهولة، أنه ليس هو قرار في مجلس النواب برفع الأيادي، ماكو هيجي، ولا هو أنه تضغط على كبسة زر خلينا نقول وتلغى هذه الرواتب. لا لازم نأخذ رأي الحكومة. كبسة زر 6 شهور تكفيها نهاية الدورة؟ لا لاش دعوة، أنا أقول لك
يعني أنا أعتقد شهر كلش كافي. كلش كافي إنه تترتب حتى مثل ما يقول سيد خالد الشواني رئيس اللجنة القانونية إنه القانون له علاقة بسبعة قوانين أخرى. بالضبط. شهر كلش كافي. أي أكو تداخلات بين مجموعة القوانين. كلش كافي. ثم أكو مسألة مهمة هو هذا القانون بجانب مالي يعني يجب أن يؤخذ رأي الحكومة به. الحكومة فيأتي مشروع يا أما يأتي مشروع القانون مجلس الوزراء. ويأخذ السياق الطبيعي في مجلس الوزراء أو يقدم كمقترح قانون قدمته أربع كتل سياسية المتحدون لديها مقترح قانون كذلك التحالف الوطني بتنويعاته والكردستاني عند اللجنة القانونية هي الأصلية والساندة إلها اللجنة المالية وتقنن هذه المسألة. يبدو الحكومة ما يهمها مشكلة البارحة واليوم رئيس وزراء أيد نائب رئيس الحديث اسمحي لي السيد رئيس الوزراء أيد مطالب المتظاهرين نائب رئيس الوزراء دكتور حسين الشحرستاني اليوم صرح وقال إحنا كملنا أمورنا وسوينا قانون يعني مشروع قانون وراح ندزه للمجلس النواب يعني كرة نار يردون يذبوها يومكم يبقى الموضوع يومكم يلا خير إن شاء الله بس أنا أول مرة أسمعها من عندك أنه مجلس بهالسرعة مجلس الوزراء ينتظر مشروع قانون يجي يعني هم اللجنة الدائرة القانونية عندهم تشرعة تحاول لمجلس شورى الدولة مجلس شورى الدولة يرجع عليهم ثم يدزوا على مجلس النواب حتى يتنضج مو بهالسرعة هاي بس أنا أقول لك القرار اللي اتخذه مجلس الوزراء قبل فترة هي بزيادة الرواتب من الدرجة العاشرة للدرجة الخامسة أو تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة. طبعا هسه هم صارت لنا ثورة بالموظفين الرئاسات الثلاثة هم مقابلين ويعني حتى يعدلون رواتبهم وتكون أسوة برواتب الموظفين فهم قبلوا بوقت نروح الأزرار نحن ما لنا شغلة بأزرار الحكومة أزرار الترافيك لايت شو تقول حسين أمامك لوحات ثلاث أزرار تمثل ألوان الترافيك لايت اللي نشوفها بالتقاطعات وراح أعرض لك صور لشخصيات سياسية وتختاري لها لون من الألوان حسب الموقف السياسي وحسب قراءتك لهذه الشخصية ونشوف الصورة الأولى دكتور رافع العيساوي أبو محمد الوردة أبو محمد الوردة أخضر أبو محمد والنعم من عند أبو محمد دكتور رافع العيساوي رجل يعني أخضر يعني يستمر أنا أقول لك على يستمر خارج الوزارة أنا أقول لك على شنو يستمر رجل مهني بروفيشنال بشهادة سيد رئيس مجلس الوزراء أنه من أكفأ الوزراء عنده سواء كان نائب رئيس الوزراء أو من كان وزير المالية من المجتهدين جدا المفروض يتوقف إذا المفروض يتوقف ويستمر لا 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 من المجتهدين ويرجع يرجع مجلس الوزراء أحمد اسمعني من المجتهدين جدا قادوا الوزارة على أحسن ما يكون رجل ما عنده طائفية إطلاقا شهادة سيد رئيس مجلس الوزراء بأنه من أكفأ وأنشط الوزراء ليش يستمر؟ الرجل يستمر خارج هذه الحكومة نعم يستمر خارج هو انتهج نهج شاف أنه الثوب اللي لبسه داخل هذه الحكومة ضيق عليه فراد أنه يطلع بسبب بعض التصرفات فطلع الموضوع أكبر يبدو يعني مو موضوع حكومة يعني تعرفين انت هو رجل سياسي قبل ما يكون وزير يعني رجل سياسي فشاف الموضوع اللي دا يصير عليه يعني ضاق عليه الثوب اللي هو بيه فطلع فنقطة راس سطر انتهى فما أعتقد حتى بالحكومة 2014 يشارك بها وإنما يبقى رجل سياسي وبعيدا عن أن يكون رجل دولة يستمر يعني هسه الواضح إنه دكتور رافع عنده مشروع بالتأكيد عنده مشروع يخص الأنبار يخص المحافظات الغربية أكثر من أكثر الداعين والداعمين لموضوع الإقليم وقد الموضوع يتوسع أكثر يستمر بهذا مشروعه والله أنا باعتقادي على الوضع اللي إحنا به يعني الإرباك الكبير وعدم وجود جسور الثقة بين الكتل السياسية وعدم الاحترام وعدم احتواء الشريك فبالتأكيد أنه أكيد حتاخذ الأمور بمنحى آخر وين تروح الأمور؟ حسب ما ترتئي الوضع السياسي العام للمنطقة اليوم ده تشوف المنطقة الإقليمية شلون صايرة فأكيد العراق جزء من هذه المنطقة مستحيل يكون بمنع عنها دكتور رافع العيساوي ما أعتقد يشارك حتى في حكومة 2014 ما لم تتغير خارطة الطريق العراق وخارطة الطريق المنطقة مو بسبب ما متهم به أو متهم به حمايته أطلاقا الرجل بريء من كل الاتهامات هو وحمايته لأن أنا على معرفة قريبة من الرجل من 2003 حمايته أعرفهم كلهم
مجرد تهم كيدية حالة حال زين طارق. مشروعه ومشروع المقربين جدا منه الآن بالأنبار، تتوقعي ما يؤدي في يوم من الأيام إلى تقسيم البلد؟ ما العلاقة؟ شوف الفدرالية اللي تناشد بها محافظة الأنبار، طبعا بالمناسبة مو كل المحافظة، لكن الضغوطات اللي مورست على المحافظات الستة هي جعلت أبنائها تؤمن شيئا فشيئا بالفدرالية. الفدرالية تختلف عن التقسيم أستاذ أحمد، أنت تعرف هاي الأمور. فدرالية أنه أن تحكم هذه المحافظة أبنائها من أبنائها، أن تكون هناك قوات محلية تحمي هذه المحافظة، لا أن تأتي قوات من بغداد وتعتقل ويروحون أبناء هذه المحافظة إلى جهات مجهولة ما يعرفون وين صاروا. واضح. إضافة أنه موارد هذه المحافظة تحفظ داخل المحافظة، ونكون حالنا حال أقليم كردستان. لا بس مو إحنا قدمنا قلنا أنه المشروع قد يكون أكبر من موضوع أقليم، أنت مقتنع بهذا الموضوع؟ حاليا حاليا ما يعرف ويقال هو مشروع الأقاليم، ويستمر به دكتور رافع، وأني مع دكتور رافع. مع دكتور رافع. نعم. طيب الآن نضغط نطفي الأخضر ونروح على الصورة الثانية. شوف الصورة الثانية. خادم بغداد كما يسمي نفسه السيد علي التميمي، ايش تنطي اي لون؟ يعني اكو مرات طين اللون قبل ما اقول لك اكو مرات. لا لا مو هذا، هذا الكلام راح يخليك تفكري قبل ما تطين اللون. لا لا الترافيك لايت مرات من تنطفي الكهرباء يشتعل كل الاضوية الحمراء والخضراء. كيفك والله ترديت ثلاثة شغلين ثلاثة تنطيني على كل وحدة؟ لا انا انطيله اللون يعني الاصفر والاخضر. زين نبدي بالأخضر. ليش بالأخضر؟ بيش يستمر؟ شوف الرجل الآن يعرفه معرفة شخصية، يريد يخدم فعلا، يريد ينتج، بس الوضع أكبر بكثير من اللي يسوي هو. أريده يستمر يعني بنزوله الميداني للشارع، بالمقابلات اللي عنده. أنا ما أريد أسوي له دعاية بالمناسبة، بس هذا الرجل حتى الآن بخص لا حقا. أنت لجنة خدمات وأكيد حتى بعدنا بعدنا طلبنا استضافته في لجنة الخدمات، الرجل اعتذر قال مسافر، بس أنا متأكدة مو مسألة سفر، وإنما بعد ما مهيئ نفسه لاستضافات، لأنه محافظة بغداد تركة ثقيلة من قبل المحافظ السابق. مشاريع متلكئة، بوابات بغداد متروكة، وصرفت مليارات الدنانير على مشاريع ما نقول وهمية لكن مشاريع غير منجزة غير مكتملة. وتشوفون مجلس محافظة يوميا يطلع لنا بقصة جديدة. الرجل أتمنى أنه يستمر على النزول اليومي ميداني. أو الميداني على المشاريع المقامة في مدينة بغداد، وأريد يركز على الأقضية الستة، خلي يبتعد عن مركز بغداد، يعني يبتعد عن حدود أمانة بغداد قصدي. بالضبط، يبتعد عن الحدود البلدية للعاصمة، الحدود البلدية للعاصمة، وأن يكتفي فقط ضمن الحدود الإدارية اللي هي الأقضية الستة، يهتم بها لأنه اللي هي اختصاصة وخارج اختصاصات الأمانة. بالضبط هي اختصاصة، ولو هو أكو تعارض من أيام نظام السابق بين المحافظ والأمين يعني بالصلاحيات طبعا، وشاهدناها إحنا على مدى هاي السنين. طيب كلها الأصفر الأصفر أقول أحذر أي أحذر وانتبه، أكو من يتربص له وأكو من يحاول إفشاله بشتى الطرق، وخصوصا من القيمين على مشاريع الموجودة داخل المركز. بس هاي مبهمة. لا هاي مبهمة علي مبهمة على المشاهد، فسري لي اياها. لا هي مبينة. شوف المنصب هو سياسي أكثر مما هو خدمي. منصب المحافظ، منصب رئيس الحكومة المحلية، هاي مناصب سياسية، لكن ممكن أنه نسعفهم بالمستشارين وبالنواب، حتى النواب يكاد يكونون سياسي لكن المستشارين. المنصب السياسي اللي تسلم المحافظة هذا الرجل هو خدمي أكثر مما هو سياسي. فأقول له احذر، أكو من يتربص لك لإسقاطك سياسيا أنت وكتلتك. منو اللي يتربص؟ المناوئين لكتلة الأحرار، ومبينين الكل يعرف منهم، يحاولون أنه يسقطون المحافظة من خلال تسقيط هذا الشخص. سمي ليهم ما متفقين أنه نسمي الأشياء بمسمياتها، متفقين على كل شيء بس ماكو شيء. بس أتمنى شوف وأرد أقول له أنه محافظة بغداد ليست كمحافظة ميسان. ميسان محافظة صغيرة، هي كلها كم 4-5-6 شوارع، فيبين أي على أنا تقولي له خاف الأستاذ علي دواي نجح بالعمارة، ترى أنت ما راح تنجح بغداد. ممكن ما ينجح. أنا أقول لك ممكن ما ينجح، التركة ثقيلة جدا، الله يكون بعونه، الأعمال كبيرة، مشاريع كبيرة،
وبغداد ليست فقط مشاريع خدمية، مجاري أو مي أو رفع نفايات وأنقاض. ما تتوقعين أنه التيار الصدري إذا سمحت بغداد اتفضل. بغداد تحوي، بغداد عاصمة من العواصم العريقة، تحولت إلى أطلال بعد أن دخلها الاحتلال بعد 2003. هل يستطيع علي التميمي أن يعيد بغداد يجعلها عاصمة عريقة مثل ما كانت أيام هارون الرشيد؟ هاي مستحيل. أنت شو تقولين؟ مستحيل. 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 بغداد بها نخب سياسية، بها نخب علمية، بها كفاءات، بها أدباء، بها شعراء. يجب على علي التميمي أيضا أن يهتم بهذه الشريحة المثقفة من أبناء بغداد. الجانب الثقافي والحضاري للمدينة. الجانب الثقافي والإرث اللي تحمل بغداد وعبقها وتاريخها، إضافة إلى الجانب الخدمي. فأعتقد ما حيتوفق بين الجانبين. طيب طف الاثنين ونروح على الصورة الثالثة. منو هذا؟ اسمع المطلع. يجوز. الرئيس الأمريكي باراك أوباما. أوباما. شو ضحكتي أول ما طلع؟ أوباما أنت تريد الجزئية الأخيرة. بالضبط. خليت الصورة. خصوصاً موضوع خصوصاً سوريا، موضوع الضربة على سوريا. تصريحة القرار اللي انطال البارحة. أخضر. أخضر. يستمر بيش؟ يستمر. هو البارحة أنت قرار. لازم طبعاً من دون علم الكونغرس. طب رجع الكونغرس. قول إيه. شيء. قولي يستمر في نيتة في ضرب سوريا. أنت حكيتها ما مخولت تحكي عندي. أنا أقول لك الأخضر اللي انطت هي إنه يجب أن يوقف النظام السوري عند حده. النظام الأسد واللي أسميه أنا نظام الأسيد يجب أن يوقف عند حده، لأنه غاز الأعصاب اللي استعمله بحق الشعب السوري لا يمكن أن يمرر بسهولة هكذا، وأن الضحايا اللي انطاها الشعب السوري يجب أن توقف. وتعودت الدول العربية دائما، وهي نزلت هاي مداخلة على الفيسبوك، الدول العربية دائما تعودت أن تأتي دول الغرب متمثلة بأمريكا لتقليم أظافر حكامها الدكتاتورين. فالدكتاتورية يعني هسه لا يمكن أن تقلل أظافرها إلا من خلال أمريكا ومن خلال أوباما. هسه إذا دكتورة واحدة تروح الجامعة العربية وتشغل منصب مقعد العراق بالجامعة العربية ويصير تصويت أنه هل نسمح بضربة أمريكية لسوريا، راح ترفع إيدها بنعم. أنا من أكون بالجامعة العربية أمثل رأي الحكومة العراقية. الحكومة العراقية ليست مع الضربة. أنا قاعدة هنا قدامك، أنا سياسية أعطي وجهة نظري السياسية الخاصة بي كوحدة جميلي. والآن أنت مع ضرب بلد عربي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا 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 لا، مو ضرب بلد عربي، اسمح لي. هي من حتصير ضربة، وخلي الناس تحكي، خلي تحكي، من حتصير ضربة، حتصير ضربة محددة وذات تسقف زمني يعني محدود. يعني ما يصير بها خطأ كارثي مثل خطأ ملجأ العامرية بالتسعين؟ ما يصير. مستحيل. حتصير ضربة فقط على المواقع الرئاسية. ممكن موقعين ثلاثة، ممكن حتصير ضربة على المطار. يعني المفاصل الحيوية للنظام السوري فقط. وانت مع هاي الضربة؟ باعتقادي انه نظام الأسد يجب ان تقلم أظافره، لانه الشعب السوري عانى ما عانى من نظام الأسد. طيب نروح للجزء الثاني من البورتريت. بالمقلوب راح نتبادل الادوار انا وياك دكتوره، راح اتحول اني دكتوره وحده الجميلي وحضرتك احمد ملا طلال، وقدامك سؤالين اليوم ما قدرنا نحصل اكثر. اي وطرحين علي السؤال واني اجاوب اتقمص شخصيا. السؤال الأول هذا يعني أنا أقرأ لك إياه؟ أي راح تصيرين مقدمة برامج الآن وأنا قدامك نائب وحدة جميلي. السؤال الأول، لماذا تهاجمين رئيس الوزراء علنا وتطلبين منه خدمات ومنافع سرا؟ أي منافع؟ أي أنا أقول لك أي منافع؟ أي منافع؟ أنا ما طالبة منافع من رئيس الوزراء. فعلا مهاجمته لأن يعني واضح موقف كتلتنا وتعرفتنا كل الزين، متحدون، حتى سميناها متحدون يعني لأسباب معينة يعني، وإحنا كنا موقفنا واضح من رئيس الوزراء بسبب سياسته وقصائه وتهميشه. أي منافع هاي؟ ها
ذكرت مرة يعني طلبت منه بكتاب رسمي تعيين 400 شخص ووافق لي. أوف. أي 400 من الصحوات ومن ثم وافق لي عليهم يعني فعلا. أجاوب؟ عقبي؟ لا مو عقب. رد لك ثورة على حاجة هذا. أنا أهاجم رئيس الوزراء أنا ألنا طبعا أنا عقب على كلامك. ممكن المهاجم، المهاجم مو شخص سيد رئيس الوزراء، السيد رئيس مجلس الوزراء احنا نقوله. أقول دائما بالإعلام ليس لشخص الكريم، رجل يحمل من ال 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 أنا أقول لك ممكن بالفترة الأخيرة تيقنت أنه يحمل من الحسنات أكثر من السيئات. المهاجمة على نهج الحكومة وليس لشخص السيد المالكي، سواء كان اليوم السيد المالكي هو رئيس مجلس وزراء أو غدا يكون غير السيد المالكي. نهج الحكومة هو الخاطئ. المهاجمة سواء كنت آني أو كتلة متحدون على نهج الحكومة الخاطئ، واللي نعاني ما نعاني ومو وقت الحديث عليهم. مسألة أنه آني طالبة من عنده بكتاب رسمي 400 من الصحوات، صحوات وين؟ ببغداد لو بالأنبار؟ لا بغداد. ببغداد. ما أعرف أنت. هي وين الصحوات؟ هي وين؟ ما أعرف أنت نشاطك أنت ببغداد أكثر يعني. الرجل سيجوز يسمعنا، أنا مستحيل دازت له هيك كتاب. أنا باعتباري إنه أنا نائبة، عندي دائرة انتخابية ممثلة عن الشعب، عندي مكتبي بمنطقتي، يجوني الناس ممكن إنه أراسل بكتب. دازت له كتاب. كتاب رسمي دازت له كتاب أرجو الموافق على تعيين. لا مو 400 لا 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 ولا تعيين صحوات ولا 400 صحوات ببغداد، هي أساسا شنو؟ نجم الصحوات إفل من زمان بفضل دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات، كلهم 4-5 أشهر ما ينطوهم رواتب وخلي العالم كل العالم تركت شغلها. لكن وقت اللي صارت الحملة على الحملة الاعتقالات إذا تتذكرها قبل العام، اعتقلوا أعداد كبيرة من شخوص، من ناس أبرياء كبيرين بالسن بحجة أنه هم عندهم مؤامرة على قلب النظام. دزيت لك كتاب بإطلاق سراح 40 شخص، 40 شخص، والرجل ما رد لي حرام أي خبر عليه نهائيا. وبعدين سمح لنا إحنا كنواب إنه كل نائب من حقه إنه يتكفل 5 معتقلين ويطلعهم، والحمد لله تكفلت 5 وطلعتهم فقط. زين روح على السؤال اللي بعد. أنا عبالي هذا الموضوع يأخذ أكثر حوار بعد وياك. ممكن تسألني أقدر أحكي لك. ممكن. السؤال الثاني، ما هو الموقف المهم الذي جمعك مع اللواء أحمد أبو رغيف مدير الشؤون الداخلية سابقا في وزارة الداخلية؟ ليش تضحكين من تسأليني؟ سؤال مضحك؟ لا العفو مو سؤال مضحك، بس أنا مع كل احترامي تفضل جاوب بعدين نعقب. أجاوب يعني باعتباري نائبة عرفه السيد اللواء من كان يشغل هذا المنصب، بس ما أتذكركم موقف مهم إلا فيما عدا ذكرت شغلة واحدة صارت مهمة وعالقة بذهني. بوقتها القوات أمنية يمكن 2007-2008 سوت مداهمات وكذا على مجموعة إرهابية، فانقتل أحد الإرهابيين، فالأسبوع كامل ما حد جاي مستلم الجثة مالته بالطب العدلي. فاتصلت بي قلت له هذا الموضوع، هذا هاي الجثة الجماعة يخصوني، فرحت واستلمتها من الطب العدلي. طبعا كلام مو دقيق نهائيا. أني سامعة باسم اللواء أحمد أبو رغيف مدير الشؤون الداخلية، بس لحد الآن مع احترامي إلى مشايفته نهائيا. لا ما أنت مخابرته، وحتى لا طال أنا معظم المسؤولين أخابرهم بس ما ملتقي بهم، لأن ما أروح، مو موضوع الاتصال، ما أروح وزارة أو شيء، بس من خلال التليفون ممكن أسير أعمال الناس. أكو جثة لإرهابي أسبوع ما حد جاي عليها بالطب العدلي. بالطب العدلي فمتصل. شنو علاقته هو بتسليم الجثة؟ هو كان مسؤول عن ما أعرف قريب من العملية وكذا، قريب من العملية، فحائرين يعني حتى ما مصنفينه المن هذا من يستلمه، فمتصلة بي وقالت له هاي الجثة أنا أخذها. هاي شو وقت بيا سنة؟ 2007 هاي ما أتذكر، بس أنا اتصالاتي ويا بالداخلية ويا أبو حسن. ما حد مكلفك بأن مثلا هيك كذا انقتل؟ لا يصير تكليف. شوف
أنا ما أتذكر هذا الحدث نهائيا. أنا حتى لو تعرض لي صورة الرجل جل احترامي إلى اللواء أحمد برغيف ما أعرفه يعني ما شايفته، بس أنا معظم المسؤولين تواصلوا وياهم من خلال التليفون ما متشافين، ومرات هم يشوفوني شايفيني بالتلفزيون وأنا أشوفهم أيضا من خلال التلفزيون. الناس تحترمني على قدر، طبعا أنا ما أطلب في شيء مستحيل، واضح واضح كل ضمن الضوابط ومن آليات العمل. سؤال محدد، أنت تذكرين أنه عائلة معينة عشيرة معينة؟ أنا ما أتذكر بال2007 لكن أتذكر قبل أسبوع وقبل يومين وقبل 4 أيام وخمس أيام من تجيني العوائل تطلب استلام جثث أولادها من الطب العدلي اللي قتلوا بدم بارد في سجن التاجي من هربو السجناء 1000 سجين. صار الانتقام على اليمن مو على الهربو، على عتات المجرمين الهربو ويجوز من عندهم أبرياء هربو، لكن صار الانتقام وين؟ من قبل السجانين على الموجودين داخل السجن اللي هو سجن التاجي. تصور 70 أو 71 واحد، وكل الجهات الحكومية تعرف بيان، ما جاب هذا الحكي من جيبي، كل الجهات الحكومية سواء كانت الأمنية أو الجهات المدنية تعرف بهذا الكلام. لقوهم مربوطين الأيدي وطلقة بقصتهم ووجههم محروق فقط. سؤال والحد الفاصل أحنا. اسمح لي، 71 واحد هذول جثتهم وين؟ يروحون أهاليتهم يسألون للسجن، يدقون بالحاسبة يقولوا لهم أي عندنا وقسم ما عندنا بالطب العدلي. أنا جاني واحد قال أروح للطب العدلي ألقى أخويا موجود بالطب العدلي من ضمن ذول 71، أروح لسجن التاجي ألقى أخويا موجود بسجن التاجي. فالناس ظلت حايرة، يا ذول 71 ليش ما استلمونا جثثهم؟ يعني مصر وإكرام الميت دفنه سواء كان بالطب العدلي أو إذا كان باقي في السجن. هو سؤالنا 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 بس على سؤالك يختلف على جثة هذا الإرهابي، إرهابي ومشخص إرهابي وقتل أثناء مواجهة القوات الأمنية وبقى أسبوع بحد جاي عليه. فأنت من تصطيابة هذا الإرهابي اللي مقتول يومكم انطوني إياه واستلمتي شخصيا؟ أنا استلمته شخصيا، هذا كلام مو صحيح أبدا، ولا عائلته ولا موسطة ولا عائلته ولا عائلته راحت بال2007 بال2007 اني كنت مواطنة عادية. اني دخلت بال2007 احمد 2007 اني كنت مواطنة بسيطة عادية ملتهية بدراسي تكملة شهادة الماجستير. أنا بال2009 دخلت صرت عضو مجلس محافظة بغداد. يجوز السنة مو دقيقة شلتي، يجوز مو دقيق باعتبار من متصلة باللواء. أنا صرت عضو مجلس نواب. لا باعتبار من متصلة باللواء أحمد، يجوز مو دقيق بالسنة، أنا بالتاريخ مو دقيق. أنا بال2010 صرت عضو مجلس نواب. إيه 2009 صرت عضو مجلس محافظة. عضو مجلس محافظة. يجوز بال2009. 2009 كانت الأمور جدا هادئة في بغداد وبقية المحافظات. مو إلى درجة إنه 2009 كلها حجتك ضعيفة. نتحول على الفوتوشوب. يلا. الفوتوشوب معروف، يمكن شايف حضرتك حلقة من حلقاتنا. الشهادة لله نطلع الصورة الحقيقية حتى ما تؤول ابتداء. زين. بعدين نجري عليها بعض التغييرات. على هاي الشاشة. ونعلق أمام، مش راح تظهر. طين الصورة الأولى حسين. الحقيقية طبعًا. اللي هي هاي. هاي صورة إليك من أخذناها من موقع من صفحتك بالفيسبوك أثناء جولاتك التفقدية، شو يسميها؟ الميدانية. الميدانية لمراكز محو الأمية. محو الأمية. ايه. هاي الصورة اشتغلنا عليها شوي وصارت بالشكل التالي. شنو ما أشوف؟ ما أشوف، هنطيها طريها زين. شنو هاي؟ قريها يا كتلة. أنا متحدون. إيه تقريها زين. إيش كاتبين؟ والقلم شوية. متحدون. لا الصبورة وسخة. فمن بين الكتابة. ما مسحتيها زين. أنت دا تمليها شو؟ واضح من الصورة وكأنه دا تملين ال ال ال. المتحدون شنو بعد؟ ضد. ضد المالكي. إيه. جولات حملة. أيه. صح جولات ميدانية. تتفقدين بها المدارس والمراكز شو اسمها؟ واعطيني صورة عسيا مرة ثانية وكأن واقف صف المرأة وجاي تقول لها احنا متحدون ضد المالكي. إذا مليها إيه. إيه. لا شوف أنا عندي بمنطقتي بدائرة الانتخابية 51 مركز محو الأمية. أي. يعني من 2009 من شفت مجلس محافظة لحد اليوم أنا متبنية هذا الأمر وهذا المشروع. وأكو يعني أكو دارسين أعداد كبيرة قاعد يجون
وعدتهم وزارة التربية ومنظمات مجتمع مدني أنه ينطوهم يعني باليوم تقريبا 5000 أو شيء. وأيضا وعدوا المحاضرين اللي يدرسون مراكز محو الأمية أنه يتعينون، فالناس استمرت على هذا الشيء. أنا أعرف هي الشغلة هيك كلاوات وعود، يعني وعود أباطيل. إيش قد تستثمرين وجود أو تستغلين وجودك في هذه المراكز للترويج ل يعني حملتك الانتخابية وللترويج لنهج متحدون؟ وش قد أنتم متحدون ومتحدون ضد منو؟ الله ينتقم منك، تدري ليش؟ لأنهم متحدون متحدون مسار يعني جديدة على الساحة السياسية. أنا دا أقول لك من 2009 أنا مشتغلة هذا الأمر. إيه 2009. 2009. مش أنت عضو مجلس محافظة يعني قبل دورة 2010. أنا من 2009 متبنية مشروع محو الأمية في منطقتي. أنا أقول لك ممكن إنه البعض يسميني عنصرية لأن أشتغل فقط منطقتي دائرتي الانتخابية، وارد أروج على نفسي اللي هي الدورة مراكز مراكز محو الأمية. أرعى هؤلاء النساء والرجال بالمناسبة. متحدون ضد المالكي فعلا؟ أنت سؤالك على ما جاي تروجين للمرأة، سؤالك على المشروع وأهميته لو على الكتاب المكتوب. لا المشروع وأهميته من يعرف أهمية محو الأمية، مشروع ضخم وكبير. لكن متحدون يعني مجرد مرأة، إحنا يعني هسه الصورة الافتراضية مرأة تكتب متحدون ضد المالكي هبيها 100 سؤال، إحنا سراح نسويها بأربع خمس دقائق. متحدون ضد المالكي، وكأنه إحنا صورنا الموضوع، افترضنا أنه أنت ها جولاتك في مراكز محو الأمية من أجل الترويج لمتحدون ضد المالكي. لا شوف، بغض النظر عن حديثنا عن المشروع الإنساني والتنموي اللي هو مشروع محو الأمية، أحكي لك سياسة، رحم الله والديك، أحكي لك سياسة. متحدون ضد المالكي لو لا مطلقا أبدا، ماكو شيء اسمه متحدون ضد المالكي، لكن إحنا متحدون ضد كل من لا ينتهج النهج الوطني في سياسته. متحدون ضد كل من ينتهج النهج الطائفي، النهج التعسفي، النهج التهميش، نهج رفض الآخر، نبذ الآخر، هذا المعنى متحدون. وإحنا متأكدين، إحنا دخلنا انتخابات 2009 وكنا بالدرجة الأولى في معظم المحافظات الستة، متأكدين في انتخابات 2014 أيضا حنبقى على نفس المستوى، تبقى متحدون، نبقى متحدون، وحتى تتحد ويانا بعض الكتل السياسية اللي هي مثل كتلة الحل وجبهة الحوار، ونرحب بكل من يريد أن يتحد معنا. ولو أنا متأكدة انتخابات 2014 طائفية بامتياز، شيعة شيعة، سنة سنة، كراد كراد، بين نقطة رأس سطر. ومتحدون قائمة سنية ولا شيعية؟ قائمة سنية. يعني غير الصورة نسوية متحدون ضد الشيعة؟ الله أكبر. أنت دا تقولي لي يجي نغيرها؟ لا شوف، لا خلنا نترك، روح على الصورة الثانية، توكل بالله، روح على الصورة اللي بعد. هاي صورة لمتحدون. أي حضرتك موجودة وكثير من النواب موجودة. أيضا صفحتي على الفيسبوك. صفحتك في الفيسبوك؟ أي. من ده نجيبها، نجيبها من الصفحة طبعا، وموجودة. رجع لي يا حسين بلا خلنا نشوف الوجوه اللي موجودة من السياسيين: دكتور سلمان جمالي، دكتور ظافر العاني، سيد أرشد الصالحي، محمد الخالدي، سيد خالد العلواني، مظهر الجنابي، جاسم الحلبوسي، ما حفظ الألقاب، وحضرتش أيضا موجودة، والأخت نائب وليد محمدي، ودكتور انتصار. دكتور انتصار، هاي الصورة اشتغلنا عليها شوي، صارت بشكل الآتي. شنو التغيير اللي فيها؟ طيب الصورة خل المشاهد ينتبه للتغيير. أسير الطين القديمة، الطين الجديدة طبعا، مو يعني مو السيد أرشد الصالح هو المقصود، صار مكان أرشد. اي مو هو المقصود على، بس طبعًا هو وقفته هي الأبرز دي على مدرهمة على صورة الدكتور. أعتقد إياد علاوي، أعتقد مستحيل. مستحيل مستحيل. إي لأن أعرف نهج الطرفين. دكتور إياد علاوي الله يحفظه. جيد، لا خلنا نوقف هنا. أي أنا كثير سامع ليش تصريحات تمتدحين نهج الدكتور إياد علاوي. أي أكيد أكيد. والآن مستحيل. أكيد. إيه مستحيل نهج الدكتور إياد علاوي اللي حضرتك تمتدحيه أن يتفق مع نهج متحدون. ليش نهج متحدون شوي؟ شوف إحنا قلنا اتفقنا نحكي سياسة، وإحنا أنا وياك منظم شيء على الشعب العراقي. لا يمكن أنه يتكرر خطأ العراقية مرة ثانية.
العراقية 2010 تختلف عن عراقية 2014. زين. والشخص المعني بعدم التكرار هو دكتور اياد علاوي، من المستحيل ان يكرر نفسه بانتخابات 2014 ويعيد نفسه مثل ما كان ب 2010. دكتور اياد علاوي الله يحفظه رجل وطني لديه مشروع وطني ما يهم سنة وشيعة، عابر لهاي المسألة ضد المحاصصة الطائفية. سمعنا عارض عليك انه التركيين المتحدون تجين تنزلين ويا انتخابات 2014؟ لا لا، الرجل ما عارض علي هيك شيء. او انت عندك رغبة او تشاورين نفسك؟ والله اني اتمنى ويشرفني اكون بكتلة الدكتور اياد علاوي، بس اني عندي التزام ادبي مع كل زملائي في متحدون من انتخابات 2005 لحد هاي الانتخابات اللي 2014 اذا الله طانا طول عمره. افهم من كلامك انه دكتور وحده جمي اللي مع متحدون، مع متحدون ودكتور اياد علاوي مستحيل انه ضم قائمه مع حتى وين مع الزعماء العراقية اللي كان هو زعيمها. اي حتى وين احنا طلبنا، حتى وين احنا طلبنا دكتور اياد علاوي يكون ويانا هو يرفض. هو يرفض، هو يرفض. أي. ليش؟ شوف، الاسلام السياسي يختلف عن ال خلينا نقول الاسلام العلماني، النهج المدني اللي موجود الدكتور اياد علاوي. احنا قائمتنا صبغتها إسلامية. يعني ننتهج نهج الإسلام السياسي. ليش ما تقولين أنه ما يرهم يعني راسين أو ثلاثة في قائمة واحدة؟ هاي من ناحية أخرى بالتأكيد، يعني هي أحد يعني أسباب. هسه مشكلة سيد أسامة النجيفي وسيد صالح المطلق بعدكم ما حاليها، هي من يرجع دكتور إياد علاوي وزعيم لكم هم تخلق لكم مشكلة مو؟ صحيح. شوف، هي من الصعب جدا، يعني إحنا مشكلتنا بالعراقية بإئتلاف العراقية بال2010 هي تعدد الرؤوس، تعدد الزعامات. تعدد الزعامات، فذلك صار تشظي وانقسمت إلى ثلاث أقسام: صالح المطلق، أياد علاوي مع حفظ الألقاب، والنجيفي. هسا صالح المطلق من يريد يجي على متحدون أكو اختلاف، أكو اختلاف، أكو تصادم، شنو بالزعامة؟ صحيح. دكتور أياد علاوي ينأى بنفسه عن هذا الأمر، ودكتور علاوي نهجه يختلف عن نهج متحدون. يعني النهج والزعامة هنا صار اختلافين، وعلى هذا أكدت أنه مستحيل أنه النهج ومن يتقلد الزعامة في أو يترأس الزعامة. تتوقعين دكتور أياد علاوي ينزل وحده؟ دكتور أياد علاوي أعتقد ينزل وفاق، يعني وفاق ينزل وحده، أي مع أكيد بعض الكتل السياسية الصغيرة المغير معروفة ممكن أن تتحد معه. طيب نروح للصورة الأخيرة مو حسين، لو عدنا بعد الأخيرة انطيني إياها حقيقيا، انطيني والله. هاي الصورة دكتورة دي فتاة أو امرأة تقود شاحنة، شاحنة حمل. اشتغلنا عليها هاي الصورة، اشتغلنا عليها، صارت بالشكل التالي. دكتورة وحدة الجميلي تقود شاحنة قاطرة ومقطورة بالمناسبة، يعني هاي انت ما احنا شايفيها، هاي هي قاطرة ومقطورة. أريد أعرف إنه يعني المرأة تسوق سيارة خاصة، ها؟ بالمناسبة. بس لح خلك من سؤال. طبيعي جدا تقود سيارة خاصة، مقبولة يعني تقود تاكسي. كيا أكو، يمكن عندنا نساء يشتغلن بياع علاوي تسوق كيا لا بأس بالعمل. بس مال امرأة تقود تريلة قاطرة ومقطورة وتجيبها محملة 30 مدري 35 طن من بعقوبة بغداد، أنا عقلي ما شايلها. هاي من هي؟ الدكتورة وعدة الجميلي. بس بالمناسبة بوكدة كنت ما محجبة يعني. ما لقينا الصورة بدون ربطة عشان خليناها. على كل حال هي يعني فعلا صارت وياي قطرة مقطورة، جبتها محملة من مزرعة الناي، مزرعة الناي، الناي بديالة أي. إلى بغداد. بوقتها كان عندي حمل مال حب قطن أي. يعرفوا اللي يشتغلون زين حب قطن خفيف، هذا ما بيها 30 بالضبط خفيف أي. لا لا هو لا هي أي يعني قطرة مقطورة إذا حملها حب قطن ما توصل 30 لا لا طيب. هو شنو هو ياخذ مكان أكبر يعني لأنه خفيف يشغل مكان أكبر. قاطرة ومقطورة تقريبا تشيلها بحدود 35 أيه. 40 42 هكذا. بوقتها كان عندي تصدير إلى سوريا في ذلك الوقت، هذا الحكي
بيا سنة يمكن 97 96 تقريبا هو هذا الحكي قبل الاحتلال اكيد اي قبل الاحتلال زين شو ما عندك سايق قبل الاحتلال لا بوكتها لا لا المشكله خاف يعني خاف بيها شيء غالي ويعني وما تأمنين عليه السايق و لا هو بوكتها شوف اني اخذت وتردين انت تعبري بيدك اذا يعني. سمحت لي حتى ننطي صوره غير مغلوطه للناس كانت اكو مزايده مال حب قطن بمزرعه الناي يعني سوتها اعتقد الشركه العراقيه لانتاج البذور فاني دخلت المزايده اشتريت هالمزايده صار الموجود بحدود الالف طن الف طن حب قطن اشتريته فيوميا اروح بسيارتي الصغيره الى المزرعه واحمل طبعا اخابر قبلها بيوم السواق فد اربع خمس سيارات مرات توصل العشر سيارات لو تريلا لو قاطره مقطوره يجوني وبوقت حملنا كنا مستعجلين كنت مستعجله لانه هذا تصدير فلازم يوصل وقت المحدد احد السواق تمرض بشكل فدزوا للمستشفى هاي لازم ترجع وخفت عليه لتنسرق فرجعت اني ويا السواق اني كنت سايقتها والسواق ورايا كانت اول مره للسوقين طبعا مستحيل يعني واحد يصعد قاطره مقطوره اذا ما سايق قبل اي مستحيل اني عندك تجربه سابقه يعني انت تجربه سابقه وبالمناسبه يعني هسه اذا لغينا عن تراثي في التقاعد عندك مهنه ورا المجلس خلينا نشوف الفيسبوك ايش كاتبين مشاهدينا علي الخزاعي يقول السيد النائب مع الاعتزاز لماذا تتهمين بالطائفيه وهنالك حمله ضدك على مواقع التواصل الاجتماعي والله ما اعرف يعني شنو سبب الاتهام مالت الطائف تصريحاتي اني اشوفها تصريحات مدنيه لبناء دوله مدنيه دوله مؤسسات واتهم بالطائفيه من احكي على نهج الحكومه واتهم بالطائفيه من ارفض الاعتقالات العشوائيه والاحترازيه واخذ البريء بجريره المتهم طيب. واتهم بالطائفيه لان احكي على نهج الـ بعض الاجهزه الامنيه ويتحول الجهاز الامني يحتوي الجهاز القضائي بالتحقيقات طيب. كرار الموالي السلام عليكم سؤالي فقط للسيدة وحدة الجميدي لماذا هي أكثر الناشرين صورتها ونشاطاتها على الفيسبوك على صفحتها الرسمية من جميع السياسيين أرجو رد أنا كلش تعجبني صفحة التواصل الاجتماعي مارتي بالمناسبة عندي أربع صفحات بس الصفحة الرسمية هي النائبة الدكتورة وحدة الجميدي وعندي بحدود 80,000 لايك عليها مشتركين هواية فيعجبني أتواصل معهم وخصوصا مع العقلاء اتشاور معهم الراي واتحاور معهم طيب حيدر يقول بس سؤال هل صحيح الراتب الحالي لا يغطي مصاريف بيت النائبه وصحيح ما ورد في موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها فيما يخص المظاهرات الاخيره الراتب الحالي كافي وزايد هو راتبنا احنا بحدود 10 ملايين باستقطاعات يصفى 8 ملايين كافي وزايد وبيتي انا ما اصرف له تقريبا بحدود 500,000 الى مليون دينار بالشهر وبالنسبة للتظاهرات الأخيرة بلاكس أنا مؤيدة للتظاهرات والتظاهرات هي ظاهرة حضارية حكينا بيها وأيضا مع إلغاء التقاعد أو التقنين حتى لا نبخس حق الموجودين حسين علي يقول في الحساب الرسمي للنائب وحدة الجميلي قد تهجمت على مواطن عراقي بالشباب والكلمات الطائفية وأغلب العراقيين شاهدوا كلامها مثل رافضة وصفوي وغيرها هل هذا أسلوب عضو مجلس النواب؟ أكو شوف ممرات يعني والله العظيم أكو كلمات يتلفظ طبعا هاي مو صوت المواطنين مع شديد الأسف أولا صفحتك تديريها أنا أديرها بنفسي أنا أديرها بنفسي ماكو أي أحد يديرها وأنتي واصفة المواطن بالرافضة لا والصفوي وغيرها لا هو نعتني بالناصبية نعتني إلي بالناصبية اللي أنا لحد الآن ما أريد أعرف شنو معناتها قلت له تقبل قلت له حرامات انت شاب بهذا عمرك هو اسمه علي السومر يجوز يسمعنا قلت له هو لابس لبس عسكري مبين فالاجهزه الامنيه ما اعرف ليش كارهيني قلت له حرامات انت شاب بعمرك تتلفظ الفاظ طائفيه تقبل قلت له وموجوده على الصفحه تقبل اقول لك انت رافضي يقول اي انا رافضي وغصب عليك وعلى الناصبيه وعلى ومن هالحكي هذا الناس ما اعرف شلون تفهم هاي طبعا مو صوت المجتمع ومو كل المجتمع هيجي ابدا اطلاقا اكو ناس عقلاء وفاهمين الشيء يكتبون على الفيسبوك ويتحاورون بثقافه عاليه جدا تكاد تكون اعلى من ثقافه اي مسؤول ما كان الاجدر بيش دكتوره انه شوفين الجواب اقل المفروض لا اسمح لي اقل حده من هذا الجواب اللي جاوبته التجريح اخ احمد التجريح كان قاسي جدا
أني مثلا هاي الصورة اللي شفتها مالت المحور الأمية من أنزل صورة أو نشاط أريد مشاركات حتى أستفاد من عنده وحتى أتحاور بثقافة أتحاور بأسلوب موضوعي بأسلوب حضاري، لكن من تيجي سباب وشتم وأقل ما يقال أقل ما يقال إنه فاشل. أنا أشوفه طبيعي. مجتمع تجريح. مليان لا مجتمع مليء بأشكال بالضبط وطبقات ومستوى ثقافي وغيره، لكن من يوجه الكلام للنائب والنائبة ترد بنفس المستوى هذا مو نفس المستوى. أنا قلت له يا أخي أنت شاب حرام عليك تتلفظ هيك ألفاظ، تقبل أقول عليك رافضي؟ هم سووه أنه أنا قايل على رافضي، وأنا قلت لك والله لحد الآن أنا بهذا عمري بهاي مسؤوليتي ما يدعرف شنو رافض شنو رافض، لأن ما أريد أدخل أنا عابرة لهاي المسميات. خلنا نشوف إسراء عامر تقول تحية لك ولضيفتك، سؤال الدكتورة وأرجو إجابة صراحة، كيف ذهبت لأداء مراسم الحج بالقرعة أم بطرق أخرى؟ لا مو بالقرعة، هم بالسنة الأولى لمجلس النواب بال2010 انطوا لكل نائب مقعدين، كل نائب مقعدين بالدورة الانتخابية كلها، يعني على مدى 4 سنوات ينطوك مقعدين. احنا العام منطونا يعني هسه النائب وزوجته والنائب وزوجته بالضبط هسه يعني. منطونا العام منطونا انطونه اول عام، رحت انا وامي وبفلوسي بفلوسي سويت بوقتها صك 6 ملايين الي وصك الامي ب 6 ملايين. الله يتقبل حجتك ان شاء الله. شكرا جزيلا للدكتوره اللي حضورك. شكرا عزيزي ممنونه لك. فقره بورتريت في برنامج بالحرف الواحد. شكرا الكرام، الختام بعد الفاصل. التظاهرات اللي شفناها البارحة مؤشر واضح ومهم على حيوية الشعب العراقي وعلى حيوية شبابه وعلى قدرته بإيصال صوته وقدرته بتغيير حاله ووضعه وقدرته بتقويم الأداء السياسي للطبقة السياسية الحاكمة كلها بصفحة. وراح أشوفكم العراقي الحقيقي، يعني كل التظاهرات اللي صارت في المحافظات الشباب والمنظمين كلها بجانب، وراح اشوفكم عراقي اصيل يقول يعني قضى على المثل ما كل يقول الايد الوحدة ما تصفق، قضى علي انا ها الايد الوحدة تصفق وايد ويا ايد ويا ايد ممكن نقوم ونصحح مسار عمليتنا السياسية. اترككم ويا واشوفكم باكر ان شاء الله.